السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الزمالك، متابعي برنامج زملكاوي في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زملكاوي. أقل من 24 ساعة وهيلتقي نادي الزمالك أمام النصر السعودي بكامل نجومه في ختام مباريات دور المجموعات في البطولة العربية. صحيح مباراة مصيرية بالنسبة لنادي الزمالك، لأن فوزك في المباراة دي هيبقى كفيل باستمرارك في هذه البطولة القوية الكبيرة، لكن علينا ان احنا كفريق نادي الزمالك نقدم صورة تليق باسم وعراقة وتاريخ نادي الزمالك. لازم كل لاعب، وزي ما قلنا بالامس، يستنفر مجهوده، يستنفر كل قدراته، يضاعف من مجهوده داخل أرضية الملعب في هذه المباراة المصرية. احنا اسمنا نادي الزمالك المصري، اسم ليه تاريخ كبير جدا جدا جدا، وخلي بالك دايما في ظروف صعبة نادي الزمالك بيتخطى مباريات ممكن ما يكونش مرشح للفوز فيها. مش بس مباريات، ممكن تبقى مباريات ببطولة، ممكن تبقى بطولة تلاقي نادي الزمالك ظروف صعبة، أزمات، المنافس يبقى أقوى على الورق وتلاقي نادي الزمالك حقق الفوز. لو استشهدنا بمباريات نادي الزمالك حقق فيها الفوز بالطريقة اللي أنا بقول لكم عليها دي، هتلاقي نادي الزمالك لو نفتكر كده في السوبر الإفريقي 2020، لو تفتكروا النسخة دي بعد ما نادي الزمالك توج بالكونفدرالية الإفريقية، وبرضو كان مشوار نادي الزمالك صعب جدا في الكونفدرالية 2019، الناس كلها بعد أول ثلاث مباريات في دور المجموعات قال لك بس نادي الزمالك المركز الرابع في المجموعة وشكرا كده، التأهل حتى لو تاني هيبقى مستحيل. ورجع نادي الزمالك وصحح المسار في الكونفدرالية وقدر يبقى المركز الأول في المجموعة، قدر يصعد كأول مجموعة بعد ما نص مباريات دور المجموعات كانت بتقول إن نادي الزمالك بيقبع في المركز الأخير. لا، نادي الزمالك صعد من نفس المجموعة أمام نفس الفرق كأول للمجموعة دي. ساعتها لاعبي نادي الزمالك ردوا في أرضية الملعب على كل اللي شككوا في قدراتهم. نادي الزمالك بيواصل في البطولة دي لحد ما بيصل للمباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي وبيكسبه، وبيكسب في بطولة كانت مهمة جدا في تاريخ نادي الزمالك، لأن هي استعادت البطولات الإفريقية مرة تانية للنادي الزمالك بعد سنين كتير جدا. لو اتكلمنا من 2003 ل 2019، أنت بتتكلم في عدد سنين كتير جدا جدا نادي الزمالك كان بعيد عن التتويجات الإفريقية. مش كده وبس، بفوز نادي الزمالك بالكونفدرالية أصبح مرشح لأنه يلعب على بطولة السوبر الإفريقي اللي بتجمع ما بين بطل الكونفدرالية وبطل دوري الأبطال. بطل دوري الأبطال وقتها كان الترجي، قوة وأسامي ولعيبة كبيرة، أنيس البدري بقى وعبد الرؤوف بن غيث ومحمد بن رمضان، لعيبة كتير جدا. نادي الزمالك داخل المباراة دي الناس كلها بتقول لك هيبقى، لو تفتكروا يعني، قال لك هيبقى فبراير الأسود على نادي الزمالك من صعوبة المباريات، أصبح فبراير الأبيض بإنجازات نادي الزمالك في هذا الشهر، شهر فبراير 2020. كلنا فاكرين نادي الزمالك دخل مباراة الترجي دي والناس كلها مش مرشحة نادي الزمالك، فرقة الترجي واخدة دوري الأبطال وهتلعب كاس عالم للأندية والموضوع معاها يعني الفرقة قوية جدا. نادي الزمالك بيخش مباراة السوبر بيكسب 3-1، كلنا فاكرين الملحمة اللي عملها لاعبي نادي الزمالك 3-1، وبتكرر خلي بالك الفوز ده بنفس النتيجة على الترجي في نفس الشهر ولكن في مباريات دوري الأبطال، وبتقدر تصعد على حساب الترجي بمجموع المباراتين لما كسبت 3-1 وخسرت هناك 1-0.
كل دي مؤشرات تقول لك لا انت في الظروف الصعبه قوي دي ممكن تعدي اي حاجه. خلي بالك انت خدت السوبر الافريقي وبعدها باسبوع بتلاعب النادي الاهلي في السوبر المصري، والناس كلها برضه ما كانتش مرشحه نادي الزمالك. نادي الزمالك يقدر في اقل من 7 ايام يحصد بطولة تانية ويدخلها خزائن نادي الزمالك، بطولة السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي. برضو كانت مباراة ملحمية بالنسبة للاعبي نادي الزمالك. صحيح طبعا انتهت بركلات الجزاء، ولكن كان على الورق الناس كلها تقول لك لا يا عم الماتش ده احنا مستنيين، انت السوبر الأفريقي حاجة والسوبر المصري حاجة تانية، يعني دي بطولة قارية ودي بطولة محلية. فصعوبات كتير جدا هتلاقي نادي الزمالك بيواجه فيها ازمات، بيواجه فيها منافس قوي، بيواجه فيها اسامي كبيره، ولكن عقيده الفوز عند لاعبي نادي الزمالك، الروح اللي بيستحضرها لاعبي نادي الزمالك في المباريات الصعبه دي وفي الاوقات الصعبه دي بتخليه يتخطى اي حاجه ممكن الناس تكون شايفاها مستحيله. موسم زي الموسم قبل اللي فات نادي الزمالك كان موقوف القيد، ناس كلها قالت للمستشار مرتضى منصور فين، طب هنعمل ايه، طب ما فيش حل لموضوع الصفقات، موضوع القيد ده يتحل وندخل صفقات، قال لك لا هو اللي موجود هنلعب بيه. صعدنا لعيبة، عملنا فريق الامل، فريق الامل افرز لاعبين يعني كانوا عندهم جودة كبيرة جدا، قدروا يشيلوا نادي الزمالك، كان نص قوام الفريق من لعيبة الشباب الموسم قبل الماضي، وانت قدرت تاخد الدوري من غير ولا صفقة، فده كان تحدي كبير جدا. محدش عاقل يتخيل ان فريق ما ابرمش ولا صفقة ياخد الدوري، لا انت قدرت تاخد الدوري. فدي ظروف صعبة مر بها نادي الزمالك، فان شاء الله بإذن الله احنا بنقول دي كرسالة تحفيزية ان مفيش حاجة اسمها مستحيل في كرة القدم. انت في فترة من الفترات من 2006 ل 2010 منتخب مصر اكتسح افريقيا، 3 افريقيا ورا بعض، حد كان يصدق؟ محدش كان يصدق، كل الناس كانت خايفة جدا جدا من مواجهات منتخب مصر في البطولة الافريقية دي، كأس الامم الافريقية امام كوت ديفوار والكاميرون والسنغال. يعني كوت ديفوار دي كان معاها ديدييه دروجبا، الراجل ده انا افتكر في لحظه من اللحظات عض الشبكه من كتر ما الدنيا كانت، ما كان وصلنا اليأس، الراجل مش قادر يكسب منتخب مصر. صامويل ايتو مع منتخب الكاميرون نفس الكلام. فعندك اللاعب المصري عنده سمات الروح القتاليه محدش يتوقعه. رجالة منتخب مصر في الفترة الذهبية دي أكلوا الأخضر واليابس، 3 بطولات إفريقية ما حصلتش في تاريخ أي منتخب في إفريقيا. طيب اللي عايز أقوله إيه من الرسالة دي أو الكلام ده؟ دي رسالة لبعض الناس المتشائمين إن النادي الزمالك بكرة هيواجه فريق عالمي، ما قلناش حاجة، احترامنا الشديد جدا جدا ليه، لكل الاسامي بقى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، بروزوفيتش، أليكس تيليس، فوفانا، لعيبه كبيره جدا واسامي تقيله يعني. فخلي بالك برضو ساديو ماني نزل حصه تدريبيه ومعانا خبر طبعا يقول تفاصيل نزوله اول حصه تدريبيه مع فريق النصر السعودي. فعشان كده بقول لك احنا نادي الزمالك، لعيبه نادي الزمالك لازم يبقى فيه طبيعة وشخصية وروح لاعبي نادي الزمالك، لأن اللاعب المصري زي ما قلت لكم عنده الحاجات دي في وقت الصعاب. فإن شاء الله بإذن الله لاعبي نادي الزمالك يكونوا قدر المسؤولية الكبيرة جدا، يحرروا نفسهم من أي ضغوط، يمتعوا نفسهم بالكورة. هتلعب قدام لعيبة على مين؟ أنت كمان لعيب يعني، أنتوا كمان لعيبة عندها كورة كويسة جدا. فإحنا مش هنطلب منكم المستحيل، اعملوا اللي عليكم، اعكس صورة نادي الزمالك، كورة نادي الزمالك الجميلة،
عراقة وتاريخ نادي الزمالك في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية، أنت دلوقتي أمام العالم كله، كل الناس بيتفرجوا على المباراة دي. يعني أنت لو جبتها كده رقميا، كريستيانو رونالدو بيلعب في الملعب، فأنت في كم واحد متابع لكريستيانو رونالدو مثلا على منصة واحدة من منصات السوشيال ميديا الخاصة بيه؟ أكتر من 500 مليون متابعينه على إنستجرام، فالناس دي كلها تتابع المباراة. ده أمر مهم جدا، نص مليار بني آدم من محب كريستيانو رونالدو هيبقوا متابعينه وعايزين يتفرجوا على الماتش ده. فده أمر يخلي اللعيبة يبقى عندها الروح، متع نفسك بلعب الكورة، أدي أداء يخلي الناس كلها تشوف لعيبة من لعيبي نادي الزمالك عندهم فنيات عالية، عندهم روح قتالية عالية. والتوفيق في الأول وفي الآخر ده بأمر الله، وإن شاء الله يكون من نصيبنا. ده يعني رسالة وده كلام حبيت أقوله في بداية حلقتنا. إن شاء الله بإذن الله هي مباراة صعبة، ولكن رجالة نادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله يأدوا أداء كويس جدا أمام النصر السعودي في مباراة الغد. دلوقتي هنروح نبدأ مع بعض أخبار نادي الزمالك. الخبر الأولاني معانا من المؤتمر الصحفي ما قبل هذه المباراة من عند الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق. راجل قال في المؤتمر الصحفي إن إمكانيات نادي النصر السعودي المادية كبيرة وبيضم لعيبة من أفضل اللاعبين لعبوا في أفضل أندية أوروبا، وده طبعا في كافة المراكز في الفرقة، ومواجهة فريق النصر فرصة جيدة لنادي الزمالك وإن احنا نكون ممثل قوي للكرة المصرية. المباراة صعبة للمنافس زي ما هي صعبة علينا. سوريو كمان قال في مباراة الشباب قدمنا مباراة قوية، كنا نستحق الفوز، ولكن نعلم ما حدث في هذه المباراة جيدا. وفيما يخص موقف السنغالي إبراهيم أنداي من المباراة اللي جاية، قال أنداي شارك في تدريبات الفريق، ولكن إصابات الوجه يجب التعامل معها بحذر، خاصة وإنه لو تعرض لإصابة في نفس المكان هيكون عنده مشكلة كبيرة. أضاف كمان أن يوسف أوباما لاعب كبير وأضاف للفريق، ولكنه تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، وده اللي أبعده عن الفريق في مباريات البطولة العربية. ده على فكرة أمر مهم قوي، خلي بالك برضو أن الراجل يشيد باللاعبين اللي موجودين وعارف قدراتهم، ده أمر مهم جدا. علق كمان على تعاقد النصر مع السنغالي ساديو ماني وقال أمر رائع تعاقد نادي النصر مع ساديو ماني، هتكون فرصة جيدة إذا واجهنا منافس يضم لاعب مثل ساديو ماني. تابع كلامه وقال أمر مهم جدا للمدافعين للشباب اللي شاركوا مع المنتخب الأولمبي إنهم يواجهوا منافسين أمثال ساديو ماني ورونالدو بروزوفيتش وغيرهم من لاعبي النصر. قال كمان إن الزمالك سيواجه فريق كبير وإحنا جاهزين للقاء النصر من خلال الاستعداد الجيد في التدريبات، وإذا خضنا المباراة بنفس المستوى اللي لعبنا بيه لقاء الشباب هنحقق نتيجة إيجابية. وبرضو دي مباراة كرة قدم، 11 لاعب ضد 11 لاعب. ولما تسأل عن مراقبة كريستيانو رونالدو قال الأقرب لرونالدو هيراقبه، يعني مفيش لاعب هيبقى مان تو مان، يعني الموضوع ده بطل، الأقرب ليه هو اللي هيراقبه. وهو ما حددش شخص معين لمراقبة كريستيانو رونالدو، وهو الأفضل في العالم وقادر طبعا على تغيير النتيجة، ولكن الطريقة اللي هيخوض بيها نادي الزمالك هي اللي هتحد من خطورة كريستيانو رونالدو. أوسوريو كمان قال كل مباراة وكل منافس ليه ظروفه الخاصة، ومثلما يضم النصر لاعبين مؤثرين فالزمالك يضم لاعبين مؤثرين، وسيحدد المران الأخير التشكيل الأمثل اللي هيخوض بيه فريقنا المباراة. تابع كلامه قال كل شخص ليه وجهة نظر معينة يرى بها المباراة، ونحن نلعب ونتدرب على أن يكون الاستحواذ معنا، وهناك مباريات صعبة ومن حقي مثل أي مدرب في العالم أن ألعب بالطريقة المناسبة لي وللاعبي نادي الزمالك.
سوريو قال انه لن يغير طريقة اللعب اللي بيلعب بيها، هيدافع عن الطريقة الهجومية اللي بيعتمد عليها في مبارياته، وتابع حديثه وقال الكرة للجميع وكل شخص يدير مشاعره، والقلق اللي حدث في مباراة الشباب السعودي يحدث في أي مباراة، وهيكون الوضع أكثر هدوء إن شاء الله في مباراة الغد. قال كمان عندما وصلت لتدريب نادي الزمالك لاعبو الفريق كتبوا في ورقة المراكز التي يفضلون اللعب فيها، وعمر جابر كتب إنه بيفضل اللعب في مركز 8. أضاف أسوريو كمان وقال أحمد فتوح وجوده في وسط الملعب بيكون له تأثير كبير، وتوغل داخل منطقة ال 18 أكثر من مرة في مباراة الشباب الأخيرة، وكل اللعيبة سعداء بمراكز. ده كان حديث خوان كارلوس أسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك ما قبل هذه المباراة المصرية أمام النصر السعودي. نروح لتصريحات سيد عبد الله نيمار لاعب نادي الزمالك اللي كان حاضر في المؤتمر الصحفي ما قبل هذه المباراة. نيمار اتكلم عن ان لاعب الزمالك بيمثل الكرة المصرية في مباراة النصر ان شاء الله في البطولة غدا. قال سنخوض مباراة النصر من اجل تحقيق الفوز لحسم التأهل لدور الثمانية للبطولة. أضاف كمان تعرضنا للظلم في لقاء الشباب السعودي السابق، وسنركز في لقاء الغد لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الزمالك، وسنقدم مباراة قوية. وقال كمان إن خوان كارلوس أسوريو المدير الفني تحدث مع لاعبين باستمرار وبيحفزهم، وهم يتمنون أن يكونوا عند حسن ظن مدربهم في اللقاء. سيد نيمار قال كمان لن نواجه لاعب واحد في النصر، سنواجه فريق بالكامل، وفي مباراة الشباب لم نلعب ضد إيفر بانيجا فقط، ولكن خضنا المباراة ضد فريق بالكامل. وقال كمان كريستيانو رونالدو ليس فريق النصر، سنواجه 11 لاعب، ومثلما يضم المنافس لاعبين كبار فالزمالك يضم لاعبين كبار ومميزين، ونسعى لإسعاد الجماهير. وقال كمان إن الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا يتحدث معنا لتحفيزنا كما نتحدث نحن مع بعض باستمرار. ده كان كلام نيمار لاعب نادي الزمالك قبل المباراة المصرية أمام النصر السعودي. نروح لتصريحات مدرب النصر السعودي لويس كاسترو. الراجل أشاد بقوة نادي الزمالك وبقدرات لاعبي نادي الزمالك. ده كلام لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي. اتكلم طبعا واشاد زي ما بقول لكم عن قوه فريق نادي الزمالك، قدرات القائد كابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، وقال في المؤتمر الصحفي مباراه النصر ضد الزمالك مهمه للغايه للفريقين، وستحسم هويه المتاهل للدور المقبل بنسبه كبيره. قال كمان الزمالك فريق كبير بيتميز بالاداء الجماعي وبيقدم دايما افضل ما لديه، وبيقلل المساحات امام المنافس. اللعيبه بتوع نادي الزمالك بيقاتلوا على الكره ولا يخشون الاحتكاكات. تابع حديثه وقال الزمالك يملك نجما مميزا وهو شيكابالا صاحب الخبره والامكانات العاليه للغايه. واصل الاشاده بقائد نادي الزمالك قال شيكابالا لديه القدره على خلق التوازن كما يهدد مرمى الخصم في كل هجمه، ولكن في النهاية لا أركز على لاعب بعينه. تحدث كاسترو عن انضمام لاعبه الجديد ساديو ماني، وقال وصول لاعب مثل ماني يجذب الانتباه، ولكننا فريق جماعي بالنهاية، ولا يوجد أي فريق في العالم بيعتمد على لاعب واحد فقط. أكمل حديثه وقال وجود ماني سيعزز فرصنا من أجل الانتصارات، ولكن كرة القدم ليست كذلك، وكل فريق بيحتاج لأكتر من لاعب من أجل بناء جيل قوي. أتم حديثه وقال نحن جاهزون للانتصار فقط وليس اللعب على التعادل الذي يؤهل الفريق، رغم أن فريق الشباب السعودي في وضعية إلى حد ما أفضل في ترتيب المجموعة. ده كان كلام لويس كاسترو مدرب النصر السعودي ما قبل مباراته أمام نادي الزمالك. دلوقتي هنروح للقاء مع رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك الدكتور محمد أسامة، ونرجع نستكمل أخبار الفريق.
الحمد لله الفرقة كلها كويسة، ما عندناش مشاكل، الحمد لله الدنيا ماشية كويسة الفترة اللي فاتت. اللعيبة مركزة جدا، المعسكر أو الشغل المعمول شغل نموذجي هايل، دعم الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي وعمال المهمات، كل واحد قايم شغله كويس جدا والدنيا ماشية كويس جدا بصراحة. يعني من أول نصحى من النوم الصبح الساعة يعني 6:30 بنبتدي الشغل لحد ما بنخلص بالليل 12 أو 1، الناس كلها بتشتغل على طول. ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله ويكلم يعني تعبنا ده ومجهودنا بنتيجه كويسه واللي ربنا كاتبه ان شاء الله يكون. ابراهيم انضاي بعد الاصابه اللي حصلت في الماتش اللي فات كان في اصطدام مباشر مع في 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 المباراه، انا بعته بعديها على طول على المستشفى عشان نطمن على طول لانه كانت الاصابه كادمه في الفك واحنا ما عندناش وقت، كنت عايز عشان اطمن. لكن الاشعه طلعت كويسه الحمد لله. انا اتكلمت انا ومستر سوري، واحنا هو دايما مستر سوري بيبقى هدفه صحه اللعيب اهم من اي حاجه، واتكلم معايا ما قدرناش ناخد ريسك خالص ان احنا ندخله الماتش اللي فات ريح يعني، وبقى كويس والحمد لله شارك بقاله يعني من بعد الماتش على طول في التمرين وهو كويس. ان شاء الله لو مستر سوري شايف ان هو محتاج لبكره هيبقى جاهز. حمدي علاء احنا بقى لنا 3 ايام حرارته من 39.5، جاله التهاب شديد في الحلق، الحرارة احنا شغالين عليها صبح وليل، بنعلق له حاجات وبنديله أدوية ومخفضات للحرارة لحد ما الحمد لله امبارح الصبح ابتدت الحرارة تنزل، مكنتش قادر انزله التمرين مع الفرقة، خدنا 24 ساعة ريكفري عشان اطمن ان مفيش أي مشكلة عنده تاني. ابتديت امبارح ادخله تاني ينزل، كنت منعه ان هو يقعد في تجمعات الفرقة وان هو مكنش بيبقى موجود معانا في أي تجمعات. النهارده امبارح عشا اول يوم ينزل مع الفرقه، والنهارده الصبح طمنت عليه والدنيا كويسه، دخلته النهارده مع الفرقه، بس طبعا هو بقى له 3 ايام بيتمرن، فالنهارده نزل شغل فرايدي مع لوكا مدرب الاحمال. شغلي واضح وانا ببقى الاصابات اللي عندي انا بتكلم فيها، احنا عندنا الاصابه الاساسيه عشان السؤال ده اوباما كان في التمرين اللي هي قبل يوم ماتش اتحاد المستيري، كان اي ثينك كان يوم 27، هو حس في نهاية التمرين بدون برضه الدخول في تفاصيل الإصابة، حس بألم في أعلى الفخذ في آخر التمرين. اشتغلنا عليه، رجعنا الأوتيل، عملنا العلاج والتجسس العلاج الطبيعي بتاعتنا. تاني يوم اشتغلنا، كان تاني يوم الماتش، اشتغلنا قبل الماتش الصبح واشتغلنا بعد الماتش بالليل. التمرين اللي هي بعديها البوست ماتش على طول كان اتكلمت انا والكوتش وفضلنا ان احنا نريح اوباما عشان نتاكد ان 100% ان مفيش الم، وابتدينا شغل خفيف معاه. التمرينه اللي هي التراي ماتش بقى الماتش اللي بعده على طول اللي هو كان ماتش الشباب، فعلا اوباما نزل التمرين وبعد 10 دقائق حس بألم شديد جدا في المكان، في نفس مكان الاصابه، وما قدرش يكمل. ساعتها انا عملت له اشعه على طول، واحنا عملنا فحوصاتنا كامله يعني، واثبت الاشعه ان عنده يعني بدايه مزق في الجزء العضله في العضله الاماميه، وده هياخد مش اقل من 3 أو 4 أسابيع. الناس كلها تعبت وعملوا شغل كويس، احنا متعودين على الضغط ده، وحتى في مصر احنا بنلعب بطريقه انت عارف النظام الدولي ماشي ازاي، فاحنا متعودين على ده ومعانا كل الامكانيات اللي متوفره من النادي ان احنا نشتغل في الاوقات دي. بس هي مش الفكره عشان نهايه سيزون واحنا اصلا بنفنش السيزون، بالنسبه للناس يقول لك الزمالك جاهز فنيا او عشان هو مش فاضي، لا انا مش شايف كده، احنا بنخلص سيزون، اللعيبه تعبت، اللعيبه رهقت، اللعيبه ما خدتش اجازات، اللعيبه ما خدتش اي فترات راحه، يمكن الوقت الوحيد اللي خدناه فتره راحه كان قبل بطوله العربيه كان اسبوع تقريبا او اقل كمان، ورجعنا على طول نستعد لبطوله قويه زي دي. دي يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت مقلقاني انا في شغلي ان احنا وقفنا اجازه وبعدين رجعنا نشتغل، بس ما كانش عندنا حلول لان كالعاده نفس الفكره بتحصل معانا كل سيزون، ان السيزون ده بيحصلش في حته، الناس كلها بتشوف يعني في العالم كله في حاجه اسمها 3 أسابيع اجازه للناس، بياخدوا جسمك يستريح، هي مش مكنه ما يقدرش يفضل شغال على طول بنفس وانا وفي الاخر احنا طبعا زعلانين ان ساعات المستويات بيبقى فيها ابس اند داونز، بس في الاخر صدقني دي حاجه بتبقى صعبه على اي لعيب وعلى اي منظومه انها تجهز لعيب يقدر يلعب كل سيزون زي السيزون اللي قبله. ده كان لقاء مهم جدا مع الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، وضح فيه حاجات وامور كتير جدا مهمه. طمنا على ابراهيم انضاي، على اوباما، وكمان على حمدي علاء.
كل يعني الأمنيات بأنهم يقوموا بألف سلامة إن شاء الله ويستمروا مع نادي الزمالك في المباريات القادمة. تعالوا نستكمل مع بعض باقي أخبار نادي الزمالك. سوريو كان وافق على حضور الجماهير لمران نادي الزمالك. طبعا سمح الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة سوريو بحضور مران اليوم الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادا للقاء النصر السعودي غدا، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل اللقاء في ظل أهمية المباراة بالنسبة لنادي الزمالك. وحرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة بملعب عكاظ لمؤازرة نادي الزمالك في التدريب الختامي على تحفيز اللاعبين للفوز في لقاء الغد. رفعت الجماهير اللي حضرت المران لافتة مكتوب عليها لا شيء مستحيل، كما هتفت الجماهير للاعبين خلال التدريب الختامي. أدى كمان محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد نديم ثلاثي حراسة مرمى نادي الزمالك تدريبات قوية على ملعب عكاظ تحت إشراف كابتن محمد عبد المنصف مدرب الحراس استعدادا لمباراة النصر. وركز كابتن عبد المنصف مدرب الحراس على تدريب ثلاثي على اللعب بالقدم والرأس بجانب بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل. خصص كمان الجهاز الفني لنادي الزمالك فقرة فنية في مران اليوم استعدادا للقاء النصر السعودي، ركز فيها الكولومبي خوان كارلوس أسوري المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين بالكرة على مرمى صغير لإتقان التعامل مع إنهاء الهجمات بصورة جيدة. اختتم نادي الزمالك بقيادة أسوريو مران اليوم بخوض تقسيمة فنية بطول الملعب استعدادا للقاء النصر. شهدت التقسيمة التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية اللي تم التدريب عليها، وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خاصة خلال هذه التقسيمة. آخر أخبارنا بقى ساديو ماني. انتظم السنغالي ساديو ماني في تدريبات نادي النصر السعودي بعد حسم انضمامه لصفوف الفريق السعودي بشكل رسمي، وشاهد مران نادي النصر مشاركة ساديو ماني، وده قبل مواجهة نادي الزمالك بأقل من 24 ساعة، طبعا مباراة الغد بكرة الخميس في آخر مباريات دور المجموعات في البطولة العربية في المجموعة الثالثة. حرص لاعبو نادي النصر على الاحتفال بانضمام ساديو ماني على هامش التدريبات. دي كانت أخبار نادي الزمالك. دلوقتي هنروح نشوف فيديو مهم جدا من خلال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورسالة قوية لجماهير نادي الزمالك، ونرجع لكم نستكمل زملكاوي. مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اللي هو مشهور، والدكتور وليد عطار، ويمكن يكون في محادثه مع الاستاذ خالد الغربالي اللي في الوضع في الزمالك صح. الاول بس انا عايز اقول ان جمهور الزمالك ان شاء الله انا عندي تفاؤل كبير، لعبتنا رجاله بكره ان شاء الله عندهم ماتش مع النصر السعودي، مش حاجه اسمها مستقبل، كل الدعم ليهم ان شاء الله ربنا يوفقهم، عندي احساس ربنا يوفقهم ان شاء الله. عايز الجمهور اللي في السعوديه اللي بيحب الزمالك يروح يدعم ويساعد، ربنا كرمنا بكره خلاص يبقى عندنا مرحله المجموعات باذن الله ان شاء الله. احنا خلاص اتكلمنا من كده عن الحكم، ما اعرفش اللي مش جنسيته اللي تصرف، مش عايز اقول بس حكم ليبي حكم جزائري، لا ده حكم بقول مذيع طبعا. واعتقد ان الزياره بتاعت امبارح بتاعت الحاكم الطائف الامير المحترم انا بعتبرها رد اعتبار لنادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك بسبب المذيع.
الفظيع اللي كان مش محايد واساء للاعلام السعودي. انا طبعا يا جماعه في مشكله كبيره. انا جيت النهارده اشوف مديونيه نادي الزمالك. المديونيه طلعت 63 مليون 481 590 9 63 مليون طبعا 841 590 9 دي المديونيه يعني حوالي 64. وبعدين عشان نعيد القايمه الاولى اهي تبدا محمد عواد ادهم محمود عبد المنعم ادهم ادهم اولا القايمه الاولى الكبار عامله 39 كبار الفريق 39 89 يعني حوالي أربعة وستين مليون يعني حوالي 104 ده الاتحاد. القيد واقف بسبب الغرامة بتاعة سبورت برشلونة حوالي مليون دولار. وعندنا أشبونج برضو حوالي مليون دولار. طبعا ده أيام اللجنة حامي فالحكم ودنا بالمبلغ فسددنا حاجة علينا بس فتوقف من سبب سبورت برشلونة وسبب أشبال. أنا طبعا حاولت مع الكورة عشان أديني أسجل الأولاد فتصرفت في حوالي حوالي اللي بيقول 30 مليون. اللي بيقول بقى تبغى فلوس مش عارف ما معشوف فين قدام مصر. اي حد هيك واحد بس ان احنا خدنا عمولة او سمسرة انا او نادي اقدم طلب رسمي لمدير المالي نادي الزمالك التبرع بتاعي هو 30 مليون و500 ولا عايز. احنا مش معقول بندفع ولا في الاخر ان احنا اللي بناخد. تاني بقول اهو لانه واضح المنشور اللي عمال يطلع والارقام اللي عماله تطلع وفلوسنا فين وفلوس فين. اعتقد في المؤتمر الصحفي على ما اتذكر اللي فات ده اللي عملته جوه النادي انا جبت المدير المالي طلع بيان انا عم اتذكر يعني ان احنا دخلنا 390 مليون صرفنا او دخلات 92 مليون صرفنا 92 مليون فاضل. انا الفتره اللي فاتت دي جمعت حوالي 80 مليون زياده عشان الفرق الرياضيه وفلوس الراجل المدير الفني والمرتبات. احنا بس مرتبات 12 مليون يا ابني. فانت قلت 12 مليون في اربع اشهر غير الاجهزه. فبلاش حد يتكلم في الذمه الماليه عشان انا نوع هنا محدش عندنا بياخد احنا اللي بندفع. ولو سالت الاخوه بتاع مثلا مدير النشاط الرياضي عايش احنا دايما اقول لك احنا بندفع. ولو سالت بتاع الكوره عندك احنا رهيب اقول لك امير بيدفع. فاحنا مش عايزين قله ادب على ناس كتير. فالمهم دلوقتي عشان نختصر انا اتصرفت وقبضت امبارح الموظفين والعمال وفي حوالي 20 مليون كمان انا صرفت فيهم. عايزين نبعت الراجل فلوس اللي هو المدير الفني ده ما يخش ما يعوضش. وانتوا عارفين ان انا كنت شهر محبوس وبعدين شهر بره. يعني انا عايز اقول كلمتين يا جماعه. جماهير الزمالك هتفرح. جماهير الزمالك هتفرح. عشان تفرحها لازم يبقى في بطولات. عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه. وده حقها. هي ملهاش علاقه بقى بموضوع عباس على مرتضى يتحرق الكل. المهم هم عندهم عايزين يفرحوا. ده جمهور حياته كلها انه سعادته في نادي الزمالك انه يتحرك. فانا خدت قرار
قول لي ممدوح بس قدام مصر كلها. الخناقه اللي بيني وبينك انا اعتبرتها، انت بتقول الخناقه بيني وبينك، انا مشيت خلاص، مشيت خلاص، انا خارج المشهد بتاع نادي الزمالك، وانا مشجع درجه ثالثه في نهايه في المنطقه. ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100 مليون، ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100 مليون. انا مشيت وامير مشي كمان من شهرين ورافض يرجع، وامير عمل عقود مع ثلاث لعيبه، والرابع كان فتوح واتفق خلاص مع التفصيل مع خالد المحترم مع تصويت. امير هيسلم العقود وهيسلم التصويت لاي حد موجود في المسلم. احمد عنده لاعب خلاص يعني تم التعاقد معاه، اعتقد يعني عم بكره ان شاء الله لاعب جامد جدا جدا، عشان الواد اللي قاعد يتريق يقول لك مش عارف مين بس ايه اي كلام، مش مشكله. احمد بقى عايز يكمل، عايز يقعد، الاولاد عندهم شخصيه ومحترمين، واللي بيقول ان احمد جاب شويه عيال بنات مش عارف يكمل، كل ده كذب في كذب في كذب. دول اللي خدوا بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ الزمالك، وفريق اليد الطايره اللي عمله اول مره في تاريخ الزمالك جاب دوري وكاس ودوري وكاس. اليد ما شاء الله يعني حدث ولا حرج بطوله، كره القدم 14 بطوله الحمد لله خدناها في فتره السنه. فانا بقول له قدام مصر كلها انا خارج المشهد، ارفع الحجز وسايب النادي في حوالي 21 مليون جنيه تمام، يكملوا يبعتوا جزء بونج دول، ويبعتوا الراجل الاجنبي، وبشكر كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي اتحملوا. يا كابتن شيكابالا والله عارفين انك اتحملت، بس ما كانش ينفع ان بعد الماتش وفرحه الجماهير تقول عندنا مشاكل، كنت عايزك تكمل ان المشاكل دي بسبب ممدوح عباس اللي حاجز على ارسنال، كمل. لكن اللعيبه رجاله، اللعيبه المستحمله كلهم واقفين وقفه راجل بصراحه، دي اللعيبه اللي نوعيه الجماهير تبقى عايزاها. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. في نفس الوقت انا سايب النادي ولم اتنازل عن دولار واحد كهرباء او اصلا، من 2 مليون تقريبا دلوقتي بقى 2 مليون ونص دولار، واخر معايا بكره ان شاء الله للدفع، ما دفعش هيتوقف. دفع اهو دخلت كمان 2.5 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون جنيه، والمحجوز على 100 مليون بحيث كنا ازمه كبيره جدا جدا جدا، لعيبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه الجداد اللي تم التعاقد معاهم ياخدوا فلوسهم، هم من احسن لعيبه على فكره اللي هو الراجل اختار. فاتمنى اهو قدام مصر كلها بقول اهو انا خارج المشهد، انا خارج نادي الزمالك، والانتخابات هتفتح باب الترشيح يوم 31 اكتوبر، اللي عايز ينزل اتفضل. اللي بيحب النادي يعني انا النهارده لو بصيت لمصلحتي اقول لا انا رئيس نادي غصب عن اي حد، ده انا الناس انتخبوني اربع خمس دورات ورا بعض. انما انا شخصيا كبطل منصور بصيت، انا شايف ان نادي الكيان اللي انا بحبه ده بقول بحبه بجد بينهار. بينهار ليه؟ عشان واحد داخل خناقه انا مش طرف فيها اصلا، هو داخل خناقه، هو لو حاجز عليا ما عنديش مشكله، لكن ده هو حاجز على النادي اللي هو بيقول ان هو بيحبه، وهو لو انت بتحبه فعلا خلاص انا مشيت يا عم. انا النهارده صعدت لما لقيت المبالغ دي كلها، انا اتصرفت في جزء كبير عشان نقدر نأيد القايمه الاولى هي اللي بتبدا محمد عواد، رقم 26 الجزيري، وبعدين بتبدا محمد عواد ورق مطار ما اعرفش الهواء فانا بتمنى انا خارج المشهد بعد الماتش بكره ان شاء الله، انا عندي احساس ان ربنا هيوفقنا باذن الله. انا بعد الماتش ان شاء الله مسافر تمام. لو بتحب النادي بتحب الكيان اتفضل ارفع الحجز، وقول للسيد وزير الماليه المحترم اتفضل ارفع الحجز على نادي الزمالك. انت بعد كده قبل كده عملت بيان اعتقد 2018 قلت مقتدى منصور النادي الوحيد اللي سدد كل الضرايب اللي عليه، وجدول انا بعت السد طلب من الملك، ف
بقى حضرتك جابني بقى وبقول لمجلس الاداره في النهايه مجلس محترم جدا جدا واقف في ظهري جدا جدا وقفه جامده كلهم صراحه. في نفس الوقت طبعا انا بس عايز اقول ان الاخ سليمان وجدان لان اللائحه اللي مطلع المفروض طلعتني انه يجيب 4 جلسات بره اللائحه الاخ احمد يعني مع احترامنا ليه ووالده وعيلته هو قدم استقالته فاللائحه الانتخابات بتبقى على مطلع الرئيس ونائب الرئيس واثنين من الاخر انا عايز انزل فقط فبرجو لسيد وزير الماليه يرفع الحجز بقول لممدوح عباس الخناقه خلصت خلاص اتفضل ارفع الحجز وخلي ال 100 مليون مجلس الاداره يستلمهم علشان يقدروا يسددوا الفرديه الاستحقاقات اللعيبه اللي هترجع بالسلامه اللي اتمنى ربنا يوصلوا النهائي ويجيبوا مبلغ كويس برضه اتمنى يا رب عشان اللعيبه دي تعبت لازم يسلموا مجلس هذا الفن المحترم انا لسه قايل دلوقتي خبر ان الزمالك يتعاقد مع مدير فني برتغالي ده ينفع قبل ماتش يا جماعه لا في برتغالي ولا مش برتغالي هو الراجل ده موجود ومكمل لان الموسم خلص المفروض احنا عايزين نمشيه كان اخر ماتش في الموسم دليل ان هو مكمل السنه الجايه ان الراجل قاعد ومكمل وسافر اهو. اخيرا بقول لمجلس الاداره ان دي مش نادي وطنيه كرامه جمهور الزمالك واعضاء جمعيه الوطنيه اللي هم فوق دماغي وبشكرهم جدا 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 وحشوني جدا 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 حاجه راقيه عايز اقول لهم كرامه نادي الزمالك في السماء النادي ده نادي الملوك فعلا يكفي من الرئيس ملك مصر في يوم من الايام ملك فاروق طلب من حضر باشا وزير الحربيه ان يسمى النادي باسمه باسم الملك فاروق. الوطنيه رئيس نديه طول عمره في ظهر مؤسسات دوله سند عيلته سند هو في يوم من الايام شوكه في ظهر مؤسسات دوله. انا بشكركم ان شاء الله كده خير اتمنى بكره ان شاء الله ربنا يوفق وانا عندي احساس ان ربنا يوفقنا بكره باذن الله ولادنا رجاله يقدروا يتحملوا المسؤوليه ما يخافوش من حد وقد يكون النصر جاي من فريق النصر. كلام ورسالة مهمة جدا جدا وكلام مهم جدا وخطير جدا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ورسالة كانت موجهة لجماهير نادي الزمالك العظيم إن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك بكرة يعمل نتيجة إيجابية أمام النصر السعودي وإن شاء الله بإذن الله يتخطى دور المجموعات في هذه المباراة الصعبة. دلوقتي هنروح لفاصل قصير نستقبل بعديه نجم نادي الزمالك السابق كابتن مصطفى ابراهيم ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. مواجهة على صفيح ساخن تترقبها جماهير الكرة العربية تجمع فريقي الزمالك والنصر السعودي بمنافسات الجولة الختامية من الدور الأول لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل التأهل برفقة الثمانية العرب الكبار وحجز مقعدا في ربع النهائي. الكولومبي خوان كارلوس أوستوريو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك يتطلع لتدوين فوز جديد خلال قيادته للفارس الأبيض. الكولومبي قاد الزمالك في 16 مباراة قبل مواجهة النصر تمكن من تحقيق 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات و3 هزائم ونجح أوستوريو خلال قيادته للفريق من تحقيق انتصارات مدوية وعريضة منها على حساب المقاولون العرب بسداسية كما شهدت النسخة الجارية من البطولة العربية على فوز عريض للزمالك استهل به المشوار برباعية في مرمى الاتحاد المنستيري التونسي. الكولومبي على موعد مع تأهل لربع نهائي البطولة العربية للأندية حال تخطي عقبة النصر والدخول بقوة للمنافسة على اللقب العربي في الأدوار التالية من عمر المسابقة. أهلا بكم من جديد في زملكاوي برحب بضيفنا العزيز نجم نادي الزمالك السابق كابتن مصطفى إبراهيم. يا كابتن شرفتنا ونورتنا وأنا سعيد جدا باللقاء ده معك. ربنا يخليك يا أبو حميد أنا اللي سعيد جدا بوجودي في قناة نادي الزمالك ومع إعلامي متميز زيك يا أبو حميد أنت من الناس الواجهة المشرفة ربنا يخليك في الإعلام ربنا يوفقك كده ومنور برنامج زملكاوي. ربنا يخليك كابتن. تعمل إيه دلوقتي يا كابتن؟ يعني عايزين نعرف كابتن مصطفى دلوقتي فين؟
انا مشروع كابيتال مصر في الشرقيه موجود فيه. مشروع عظيم. طبعا مشروع الدوله طبعا برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضه، وفي اهتمام كبير جدا بالمشروع ده. مشروع طبعا مشروع قومي عشان يخلقوا اجيال او قاعده كبيره جدا طبعا، وقيادات الفنيه الكبيره اللي موجوده، دكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد طبعا ابناء نادي الزمالك، ودول طبعا يعني نجوم كبار جدا احنا وقدوه لينا ورموز كبيره جدا لينا. واحنا طبعا ده مشروع قومي كبير جدا، بنحاول الدوله بتحاول تعمل قاعده او تعمل محترفين بشكل كبير جدا عشان يسافروا بره مصر ويعملوا قاعده للمنتخب الاولمبي 2028 للسنين اللي جايه. فهو مشروع كبير وفي رعايه كبيره جدا، الشركه المتحده برضه بتطلع المشروع ده. يعني الموضوع يعني جميل جدا والروح فيه جميله جدا، وبتشتغل تحت قيادات بقى يعني طبعا لما يبقى الرئيس السيسي هو المسؤول عنه طبعا، وطبعا وزير الشباب والرياضه، وبقى القامات الفنيه اللي احنا يعني الكابتن محمود سعد ده انا لما مهما اقول عليه دكتور محمود سعد ده ابويا الروحي وانسان جميل بمعنى الكلمه، يعني مهما تتكلم عنه ما تقدرش توفيه حقه، لانه فعلا قياده قيمه فنيه وعلميه كبيره جدا، وعلى الناحيه بقى الانسانيه حاجه حدث ولا حرج. فطبعا ودكتور كمال درويش، فيعني حاجه جميله احنا عايشين فيها ومشروع عظيم جدا. خلي بالك يعني بيضفي عليه كمان الاهميه الكبيره حضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهائي البطوله الاولى او الموسم الاول من كابيتانو مصر. ده كان خلى الناس كلها مهتمه بالموضوع، ان عدد كبير جدا من اللعيبه ما حدش بيشوفها، الموضوع بيبقى اختبارات في كل المحافظات. لا امر مهم قوي، ومشروع زي ما قلت حضرتك مشروع قومي صحيح. وبعدين برضه عشان ما انساش انا معايا برضه مجموعه كبيره جدا، يعني الدكتور خالد كمال ده قيمه علميه وفنيه كبيره جدا في محافظه الشرقيه، كابتن مصطفى فاروق، كابتن حماده مطر، الدكتوره منى يعني يعني اخصائيه نفسيه. يعني بص في اهتمام كبير جدا، يعني بص على الجهاز تلاقي حاجات جميله جدا، وبعدين بص بقى الروح، يعني روح جميله، تحس ان فعلا اسره، تحس فعلا ان احنا بنشتغل بحب عشان طبعا مصر بلدنا، تطلع لعيبه جداد، لعيبه طبعا عندهم انت بتبني الروح. انت بتبني يا استاذ احمد، تعمل قاعده انت بقى يعني ايه الهرم، او بتعمل تنظيم، او بتعمل حاجه بشكل باسلوب علمي وبتنظيم وبتخطيط عشان تعمل قاعده كبيره تخرج محترفين بره مصر. احنا كنا من حوالي اسبوع كان في مجموعه من الوكلاء الاجانب الاسبان عشان يختاروا لعيبه يعملوا معايشات في اوروبا. يعني الموضوع واخد ابعاد كبيره، ويعني الموضوع يعني فعلا يستحق الاهتمام، لانه فعلا في اهتمام كبير جدا، في رعايه كامله، في رعايه كامله للعيبه من لبس التحضير الاقامه يعني لكل حاجه، كل حاجه بنشوفها بصراحه في تفاصيل حاجة البرنامج يعني حاجه جميلة. انت لو يعني تابعت الموضوع هتحس ان متابع يعني حاجه يعني. جميله جدا وروح جميله جدا. وبعدين عندنا برضو مديريه الشباب والرياضه في الشرقيه طبعا بتكليفات من سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكيل الوزاره عندنا مهتم جدا، زيارات باستمرار، يعني بتبص تلاقي يعني في اهتمام كبير وفي رعايه كبيره جدا. كابتن بالتوفيق ان شاء الله في المكان اللي انت فيه دلوقتي. تعالى نروح بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك ماشي في البطوله العربيه، البدايه كانت ولا اروع امام الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراه الثانيه الناس كلها شافت ظلم تحكيمي باين في مباراه الشباب، وركله الجزاء هي اللي حسمت نتيجه المباراه، ولولاها ما كان نادي الزمالك كان هيخسر هذه المباراه. شفت ازاي مشاركه نادي الزمالك في البطوله العربيه حتى الان؟ والله نادي الزمالك احنا عايزين نتكلم عليه يعني نادي الزمالك ده يا جماعه الكره المصريه نادي الزمالك ونادي الاهلي، لازم نتكلم كلام منطقي ولازم نتكلم حقيقه الواقع مع احترام لكل الانديه المصريه. الكره المصريه هي نادي الزمالك ونادي الاهلي،
وطبعا بقيه الانديه على فترات. طبعا احترامنا الكبير لجميع الانديه اللي موجوده. كل الاجيال بقى شواكيش غزل المحله الاسماعيلي. طبعا كل التقدير والاحترام للمصري والاتحاد السكندري والاسماعيلي الانديه الشعبيه الكبيره وبقيه الانديه بيراميدز كل الاحترام والتقدير ليها. انما الكره المصريه في ثوابت في الكره المصريه نادي الزمالك والنادي الاهلي هم العمودين اللي بتقوم عليهم الرياضه المصريه. فنادي الزمالك ابتدى بدايه يعني مش عايز اقول ان يعني عايزين نرجع شويه قبل بدايه البطوله العربيه في تخوف كبير جدا ان نادي الزمالك يا جماعه بلاش نروح البطوله العربيه يا جماعه مفيش العدد اللاعبين او السكواد الموجود مش بالصوره الكامله اللي نقدر نحقق بيه نتائج تحقق طموحات جماهير نادي الزمالك وشعبيه نادي الزمالك في الخليج كبيره جدا. ابتدينا التحضير للكلام ده عديناه والمجلس كان واخد قرار ان الفرقه شغاله في البطوله العربيه وراحه. طبعا بتدعيم الجهاز الفني كان عنده اصرار برضه ان هو يشتغل في البطوله العربيه. البدايه كانت مفيش اروع من كده. بدايه قويه جدا يعني مش عايز اقول نادي الزمالك نادي كبير ونادي بطل طول عمره ونادي يعني لما بيخش في اي بطوله بيبقى داخل كل الانديه بتحترمه وبتقدره بتعمل له 100,000 حساب مهما كانت المعطيات اللي موجوده قبل البطوله. الشيء بالشيء يذكر كمان كان دعم من الاداره كانت ممثله في المستشار مرتضى منصور انه يقعد مع اللعيبه قبل ما يسافروا كانت جلسه مهمه جدا برضو مع اللاعبين قبل السفر اتت ثمارها في ان اللعيبه راحوا يستمتعوا في اول مباريات. في المباراه الثانيه كان نادي الزمالك وصل للمرمى الشباب بكور كتير جدا فاللعيبه حتى معنويا متدعمين ماشيين كويس بيلعبوا براحتهم كل العقبات بتذلل امامهم. شايف ازاي بقى مستوى نادي الزمالك في الفني في البطوله؟ شفنا 4 أهداف في المباراه الاولى وشفنا فرص كتير جدا ضاعت في مباراه الشباب. نادي الزمالك زي ما بتقول يا استاذ احمد نادي الزمالك كبير. اللي انا عايز اقوله البدايه كانت بدايه قويه جدا في المباراه الاولى اتحاد المنستيري وحققنا نتيجه ايجابيه. لما عايز اقول المباراه الثانيه برضو الشباب يعني لعبنا يعني هو برضو في مشكله احنا عايزين نتكلم فيها التغييرات اللي بتحصل في التيم كبيره جدا او كتيره جدا. احنا بنعذر المدير الفني لانه برضو ممكن يكون لسه برضو ما فيش استقرار كامل على اللعيبه اللي بتلعب لان في اصابات في لعيبه ممكن ما تبقاش في الفورمه بتاعتها في نقص عدد كبير جدا في فرقه نادي الزمالك. وده لازم يا جماعه لما نيجي نقيم نادي الزمالك لازم نبقى بنقيم بطريق بشكل منطقي وما يعني مش عايزين نتيجه تاخدنا لبعيد. يعني مش عايزين احنا حققنا نتيجه ايجابيه وكويسه جدا في بدايه البطوله خلت عندنا طمع ان احنا عايزين خلاص احنا هنكسب البطوله هنوصل الادوار النهائيه. وده الطبيعي لنادي الزمالك لما يبقى في تشكيل وفي احتياطي قوي جدا وفي سكواد كبير جدا موجود. انما احنا عندنا مشاكل في الفريق عندنا نقص عددي كبير جدا عندنا اللعيبه لسه ما دخلتش اللعيبه الجديده اللي جبناها طبعا خرج لعيبه تقال جدا من فرقه نادي الزمالك. خلي بالك برضو الراجل ما كانش محظوظ في الحته دي يا كابتن مصطفى. ما انا بقول لحضرتك اول ما مسك كان الجبهه اليسرى عنده كلها مصاب مشاكل. كابتن محمد عبد الشافي الشافي وفتوح وعبد الله جمعه بره الفورمه فتوح رجع بعد ثالث او رابع مباراه. ما انا بقول لحضرتك احنا عايزين لما نيجي نحلل او نيجي نتكلم يبقى بنتكلم مش بنتكلم على حاجه واحده لا بنحلل بشكل موضوعي ومنطقي. صحيح. ان احنا فريق نادي الزمالك محتاج مجموع تدعيم كبير جدا للفريق في مختلف الخطوط وده الكلام اللي احنا بنقول عليه من قبل البطوله العربيه وكنا بنعاني فيه في الدوري العام ان فريق نادي الزمالك محتاج تدعيمات كبيره جدا في مختلف الخطوط من اول حراسه المرمى لحد خط الهجوم. ويمكن الراجل اتكلم في الحته دي واحنا قلنا عشان المشاكل الماليه الراجل حاسس بالامور الماليه فقال ممكن نقلل التدعيمات وتبقى في حدود 2 أو 3 لعيبه في الوقت الحالي. اللي انا عايز اقوله ان فريق نادي الزمالك محتاج لعيبه ومحتاج تدعيمات يا استاذ احمد في مختلف الخطوط. الراجل بيلعب بالقماشه اللي موجوده معاه بيحاول يستقر على التشكيل
او اللعيبه اللي تقدر تنفذ الطريقه بتاعته. الراجل ده عنده جراءه هجوميه كبيره جدا. المدير الفني ده مدير فني من وجهه نظر الشخصيه محترم، عنده فكر، بس هو عنده مشكله ان هو الفكر بتاعه الهجومي ده ممكن بيكلفه يعني حاجات كتيره جدا في مباراه قبل كده. وطبعا كل مدرب بيتعلم، وانا عجبني جدا لما طلع بعد مباراه الاهلي واعترف ان هو في اخطاء كانت موجوده في بدايه المباراه في التشكيل وفي طريقه اللعب، وانا عدلت الكلام ده الشوط الثاني. وطبعا المواضيع اختلفت. يمكن انا شايف من وجهه نظري ان هو ابتدى مباراه الاتحاد المنستيري بشكل جيد جدا، الظروف خدمتنا وقدرنا نشتغل بشكل جيد وسيطرنا على المباراه وقدرنا نحرز اهداف. المباراه الثانيه فريق الشباب كان محترمك زياده عن اللزوم، يعني عامل لك احترام كبير جدا، انما انت عملت تعديلات في الفريق، وانت خلي بالك برضو كنت محترم الشباب، فعشان كده كان في برضو شويه حذر في بدايه كان في انت الشباب كان محترمك يعني زياده عن اللزوم، لان عارف قيمتك الفنيه وعارف ان انت عندك لعيبه على مستوى عالي جدا بتتمثل في شيكابالا وسيف الجزيري وزيزو. انما جوه المباراه استاذ احمد في بعض المباريات لازم اتعامل معاها بشكل منطقي عشان ما ابصش الاقي نفسي داخل في مشاكل كبيره جدا. الشوط الاولاني ما كناش موفقين فيه، بالرغم ان كان يعني برضه فريق الشباب بيلعب استحواذ سلبي، يمكن ما شفناش هجمات خطيره طول المباراه لفريق الشباب. الاستحواذ اللي كان موجود كان موجود في وسط الملعب. فريق الزمالك الشوط الاولاني كان بيلعب بشكل هنقول متوسط او اقل من المتوسط. الشوط الثاني الاداء ارتفع، ما حصل بعد التعديلات في الفرقه بقى في ايجابيه شويه في الثالث الاخراني، انما برضو ما كناش مؤثرين على المرمى. يعني برضو الفرص اللي جات لنا ما كانتش كتير، يمكن باستثناء فرصه زيزو اللي جت في القائم. وده برضو احنا بنرجع وبنقول ده ناتج على ان فريق نادي الزمالك يا جماعه احنا بنحب نادي الزمالك، بنحب نادي الزمالك يتوج بالبطولات، بنحب نادي الزمالك يكسب. لازم نبقى موضوعيين ومنطقيين. فريق نادي الزمالك محتاج لعيبه كتيره جدا، المدير الفني بيشتغل بشكل كبير جدا بالقماشه اللي موجوده معاه وبيقدر يحقق نتائج جيده جدا، لكن مش عايزين نتسرع ونندفع، لان احنا عايزين ناخد البطوله العربيه دي. ان احنا لو ربنا سبحانه وتعالى ما وفقناش وقدرنا نعبر للادوار النهائيه، ان احنا برضو بروفر للراجل ان هو بيشوف اللعيبه وبيستقر فنيا مين اللي ممكن يكون موجود ومين اللي ممكن ما يكونش موجود، عشان نشوف الفتره اللي جايه دي التدعيمات هتبقى فين، الاعارات اللي جايه دي هتفرق معانا، الاعارات اللي جايه من بره اللي كانت موجوده ورجعت. فرصه كبيره جدا ان احنا الوقت ده الناشئين ندفع ببعض الناشئين، ويمكن شفنا الفتره اللي فاتت ان في بعض الناشئين ابتدى الراجل يديهم، فدي فرصه ذهبيه ان انا اتعرف بصوره كبيره جدا. البطوله العربيه بطوله قويه جدا، انت بتجمع اكبر يعني انت عد كده، نادي الزمالك، مولودية الجزائر، شاب بلوزداد، الرجاء، الوداد، انت بتجمع بين البطوله الافريقيه والبطوله الدولي، ترجي 16 فريق عندك يعني. وبعدين معاهم بقى معاهم مين؟ السد، الهلال، الشرطه العراقي، الشرطه العراقي، يعني معاهم فرق كتير جدا، معاهم يعني بطوله قويه جدا، ومش عايز اقول اعداد قوي جدا. لو احنا مش هنوصل للادوار النهائيه يعني ما قدرش لنا ان احنا نكمل، فهي بروفة قوية جدا ان الراجل يتعرف في مباراة قوية جدا على اللعيبة بتاعته ومستواها رايح فين، يستقر على الطريقة. والراجل انا يعني عنده نزعة هجومية كبيرة جدا، انا عايز برضه يبقى في توازن شوية، يعني برضه يعني هو مدرب كبير، بس انا عايز مش عايز الاندفاع الهجومي ده على حساب الناحية الدفاعية، لان بتكلفنا في وقت كبير جدا، بتبقى في مساحات كبيرة في الملعب. صحيح. وبيبقى عندنا في يعني شيكابالا وزيزو والجزيري بيبقى في مساحات وفي جاب ما بين الخطوط. لو في فرق عندها سرعات تحولات هجوميه، المباراه اللي جايه دي لازم يبقى في توازن دفاعي وهجومي كبير جدا عشان تقدر تحقق نتيجه ايجابيه، لان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تحت اي ظرف من الظروف اهم حاجه بتحب تستمتع بالاداء الفني والهندسه، بجانب بقى النتائج الايجابيه اللي ممكن اللي بتتحقق من المباراه، عشان في النهايه جماهير نادي الزمالك جماهير ذواقه بتحب تشوف فريقها بيلعب بشكل فني ممتع وبجانب النتائج الايجابيه. فريق نادي النصر فريق كبير،
بس انا من وجهه نظري الشخصيه هو فريق كبير كاسامي فرديه، انما على لسه لحد دلوقتي يعني. على مستوى الافراد، انما في اللعب الجماعي لسه ما فيش انسجام. نروح للفنيات اكتر في فريق النصر وقراءه حضرتك لفريق النصر، ولكن هنروح نظرا لاهميه الرساله اللي وجهها المستشار مرتضى منصور منذ قليل، هنعيد عليكم رساله بيوجهها المستشار مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك العظيمه. نروح نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. بس انا عايز اقول ان جمهور الزمالك ان شاء الله انا عندي تفاؤل كبير، لعبتنا رجاله بكره ان شاء الله هتبقى ماتش مع النصر السعودي مش حاجه اسمها مستحيل، كل الدعم ليهم ان شاء الله ربنا يوفقهم، عندي احساس ربنا يوفقهم ان شاء الله. عايز الجمهور اللي في السعوديه اللي بيحب الزمالك دعم وساند، ربنا وكرمنا بكره خلاص يبقى عندنا مرحله المجموعات باذن الله ان شاء الله. احنا خلاص اتكلمنا من كده عن الحكم، ما اعرفش ما يمليش جنسيته يعني تصرفه، مش عايز اقول بس حكم ليبي حكم جزائري، لا ده حكم مو المذيع طبعا. واعتقد ان الزياره بتاعت امبارح بتاعت الحاكم طائف الامير المحترم، انا بعتبر ده رد اعتبار لنادي الزمالك وريد الزمالك بسبب المذيع اللي كان مش محايد واساء للاعلام السعودي. انا طبعا يا جماعه في مشكله كبيره، انا جيت النهارده اشوف مديونيه نادي الزمالك، المديونيه طلعت 63 مليون 481 590 9 جنيه، 63 مليون طبعا 841 590 9 دي المجموعة حوالي 64. وبعدين عشان أجد القايمة الأولى هنا تبدأ محمد عواد، أدهم محمود عبد المنعم، بعد أدهم بشار أدهم خوات. أولا القايمة الأولى الكبار عاملة 39 كبار وصغيرين 39 يعني حوالي 64 مليون يعني حوالي 104 ده الاتحاد القيد واقف بسبب الغرامه بتاع سبورت في برشلونه حوالي مليون دولار، وعندنا اشمونج برضه طبعا ده ايام اللجنه ما كانش محامي فالحكم ادانا بالمبلغ فسددنا حجز علينا بس فتوقف من سبب سبونسر وسبب انا طبعا حاولت مع الكوره سجل الولاد فتصرفت في حوالي من كل معاهم اتصرفت حوالي 30 اللي بيقول 30 مليون اللي بيقول بقى طب وهي فلوس مش عارف امام عاشور فين قدام مصر اي حد واحد بس اللي احنا خدنا عموله او سمسره انا اولادي اقدم طلب رسمي المدير المالي لنادي الزمالك
التبرع بتاعي هو 30,500,000 قول عايز. احنا مش معقول بندفع ونفع في الاخر ان احنا اللي بناخد. تاني بقول اهو لما المنشور العمال يطلع والارقام العمال تطلع وفلوسنا فين وفلوس فين. اعتقد في المؤتمر الصحفي على ما اتذكر اللي فات ده اللي عملته جوه النادي انا جبت المدير المالي طلع بيان. انا عم اتذكر يعني ان احنا دخلنا 390,000,000 صرفنا الدخلات 390,000,000 صرفنا 390,000,000 فاضل. انا الفتره اللي فاتت دي جمعت حوالي 80,000,000 زياده عشان الفرق الرياضيه وفلوس الراجل المدير الفني والمرات احنا بس مرتبات 12,000,000 يا ابني. فانت قلت 12,000,000 في اربع اشهر غير الاجهزه. فبلاش حد يتكلم في الذمه الماليه عشان انا نوع هنا بيها. فمحدش عندنا بياخد احنا بندفع. ولو سالت الاخوه مثلا مدير النشاط الرياضي عايش احنا دايما اقول لك احنا بندفع. ولو سالت بتوع الكوره عندك احمد ابراهيم هيقول لك امير بيسعى. فاحنا مش عايزين قله ادب على ناس بتتكلم. فالمهم دلوقتي عشان نختصر انا اتصرفت وقبضت امبارح الموظفين والعمال وفي حوالي 20,000,000 كمان انا اتصرفت فيهم. عايزين نبعت للراجل جزء من الاستقاله اللي هو المدير الفني ده ما بيخش مع ماتش. وانتوا عارفين ان انا شهر محبوس وبعدين شهر بره. ويعني انا عايز اقول كلمتين يا جماعه. جماهير الزمالك هتفرح. جماهير الزمالك هتفرح. عشان تفرحها لازم يبقى في بطولات. عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه وده حقها. هي مالهاش علاقه بقى ممدوح عباس على مرتضى بيتحرق الكل. المهم هم عندهم عايزين يفرحوا. ده جمهور حياته كلها انه سعادته في نادي الزمالك انه يتحط. فانا خدت قرار بقول لي ممدوح عباس قدام مصر كلها وكده. الخناقه اللي بيني وبينك انا اعتبرتها انتهت. انت بتقول الخناقه بيني وبينك انا مشيت. خلاص؟ مشيت خلاص. انا خارج المشهد بتاع نادي الزمالك. وانا مشجع درجه ثالثه في نهايه فندق. ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100,000,000. ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100,000,000. انا مشيت وامير مشي كمان من شهرين ورافض يرجع. وامير عمل عقود مع ثلاث لعيبه والرابع كان فتوح واتفق خلاص مع بالتفصيل مع خالد المحتوم اللي كان معاه تصويت. امير هيسلم العقود وهيسلم التصويت لاي حد موجود في احمد عنده لا خلاص يعني تم التعاقد معاه. اعتقد يعني ان بكره ان شاء الله لعب جامد جدا جدا عشان الواد اللي قاعد يتريق يقول لك مش عارف مين بس ايه اي كلام مش مشكله. احمد بقى عايز يكمل عايز يقعد الاولاد يحضروا شخصيه او محترمين. واللي بيقول ان احمد جاب شويه عيال بنات مش عارف يكمل كل ده كذب في كذب في كذب. دول اللي خدوا بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ الزمالك. وفريق اليد الطايره اللي عمله لاول مره في تاريخ الزمالك. ياخد دوري وكاس ودوري وكاس. اليد ما شاء الله يعني حدث ولا حرج بطوله. كره القدم 14 بطوله الحمد لله. خدناها في فتره صغيره. فانا بقول له قدام مصر كلها انا خارج المشي. ارفع الحجز. وسايب النادي في حوالي 21,000,000 جنيه تمام؟ يكملوا يبعتوا جزء من السبونج دوت ويبعتوا الراجل الاجنبي. وبشكر كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي تحملوا يا كابتن شيكابالا والله عارفين انك تحمله. بس ما كانش ينفع ان بعد الماتش وفرح الجماهير تقول عندنا مشاكل. كنت عايزك تكمل ان المشاكل دي بسبب ممدوح عباس اللي حاجز على الارسنال. كمل. لكن اللعيبه رجاله اللعيبه المستحمله كلهم واقفين وسط راجل بصراحه دي اللعيبه اللي نوعيه الجماهير بتبقى عايزاها. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. في نفس الوقت انا سايب النادي ولم اتنازل عن دولار واحد كهرباء او مصر. من 2,000,000 تقريبا دلوقتي بقى 2,500,000 دولار.
واخر معاد بكره ان شاء الله للدفع. ما دفعش هيتوقف. دفع اهو دخلت كمان 2.5 مليون دولار، يعني حوالي 100 مليون جنيه، والمحفوظ على 100 مليون هيكون ازمه كبيره جدا جدا جدا. اللعيبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه الجداد اللي تم التعاقد معاهم ياخدوا فلوسهم، هم من احسن لعيبه على فكره اللي هو الراجل اختار. فاتمنى اهو قدام مصر كلها بقول اهو انا خارج المشهد، انا خارج نادي الزمالك، والانتخابات هتتفتح باب الترشيح يوم 31 اكتوبر. اللي عايز ينزل اتفضل، اللي بيحب النادي. يعني انا النهارده لو بصيت لمصلحتي اقول لا، لا انا رئيس نادي غصب عن اي حد، ده انا الناس انتخبوني 4-5 دورات ورا بعض. انما انا شخصيا كابتن منصور بصيت، انا شايف ان نادي الكيان اللي انا بحبه ده، بقول بحبه بجد، بينهار. ينهار ليه؟ عشان واحد داخل خناقه انا مش طرف فيها اصلا، هو داخل خناقه، هو لو حاجز عليا ما عنديش مشكله، لكن لو هو حاجز على النادي اللي هو بيقول ان هو بيحبه، وهو لو انت بتحبه فعلا خلاص انا مشيت يا عم. انا النهارده صعدت لما لقيت المبالغ دي كلها، انا اتصرفت في جزء كبير عشان نقدر نقيد القايمه الاولى دي اللي بتبدا محمد عواد، رقم 26 الجزيري، وبعدين الولاد الشباب تبدا في حرب الاداء ورق مداري، معرفش الهواء انا بتمنى دوره. انا خارج المشهد بعد الماتش بكره ان شاء الله، انا عندي احساس ان ربنا هيوفقنا باذن الله. انا بعد الماتش ان شاء الله مسافر، تمام. لو بتحب النادي، بتحب الكيان، اتفضل ارفع الحجز وقول للسيد وزير الماليه المحترم اتفضل ارفع الحجز عن نادي الزمالك. انت بعد كده قبل كده عملت بيان اعتقد 2018 قلت مرتضى منصور النادي الوحيد اللي سدد كل الضرايب اللي عليه، وجدول انا بعت رساله طلب للجمارك فحضرتك جدول بقى. وبقول لمجلس الاداره في النهايه، مجلس محترم جدا جدا، واقف في ظهري جدا جدا، احنا وصافه جامده كلهم صراحه. في نفس الوقت طبعا انا بس عايز اقول ان الاخ سليمان وحدان، لان اللائحه اللي مطلعه المفروض طلعتني انه بيجيب 4 جلسات بره اللائحه. الاخ احمد يعني اسمه احترامنا ليه ووالده هو قدم استقالته. فاللائحه الانتخابات هتبقى على مقعد رئيس ونائب رئيس واثنين منهم اللي عايز ينزل فقط. فبرضه للسيد وزير الماليه ارفع الحجز، بقول لممدوح عباس الخناقه خلصت خلاص، اتفضل ارفع الحجز وخلي ال 100 مليون مجلس الاداره يستلمهم علشان يقدروا يسددوا الاستحقاقيه، الاستحقاقات اللعيبه اللي هترجع بالسلامه، اللي اتمنى ربنا يوصلوا النهائي ويجيبوا مبلغ كويس برضه، اتمنى يا رب عشان اللعيبه دي تعبت. لازم يسمي الجهاز الفني المحترم، انا لسه قايل دلوقتي خبر ان الزمالك يتعاقد مع مدير فني برتغالي. ده ينفع قبل ماتش يا جماعه؟ لا في برتغالي ولا مش برتغالي، هو الراجل ده موجود ونكمل، لانه الموسم خلص المفروض احنا عايزين نمشيه، كان اخر ماتش في الموسم. دليل ان هو مكمل السنه الجايه ان الراجل قاعد ومكمل وسافر اهو. اخيرا بقول لمجلس الاداره ناديك باسم نادي الوطنيه كرامه، كرامه جمهور الزمالك واعضاء جمعيه الجمهوريه اللي هم فوق دماغي، وبشكرهم جدا 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 وحشوني جدا 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 حاجه راقيه. عايز اقول لهم كرامه نادي الزمالك في السماء، النادي ده نادي الملوك فعلا، يكفي من رئيس ملك مصر في يوم من الايام ملك فاروق طلب من حدا الرئاسه وزير الحربيه ان يسمى النادي باسمه باسم الملك فاروق. الوطنيه رئيس نديم طول عمره في ظهر مؤسسات دوله سند، عايزكم سند، هو في يوم من الايام تقول شوكه في ظهر مؤسسات دوله. انا بشكركم ان شاء الله كده خير، اتمنى بكره ان شاء الله ربنا يوفق، وانا عندي احساس ان ربنا يوفقنا بكره باذن الله. ولادنا رجاله يقدروا يتحملوا المسؤوليه ما يخافوش من حد، وقد يكون النصر جاي من فريق مصر ان شاء الله. كان
كانت رسالة مهمة جدا من المستشار مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك العظيم. نرجع نستكمل حديثنا مع كابتن مصطفى ابراهيم نجم نادي الزمالك. السابق كابتن مصطفى شرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا زهر. كنا بنتكلم عن النصر ولاعبي النصر والسكواد بتاع النصر. شايف مواجهة النصر بكرة اسوريو يلعبها بنفس طريقة اللعب ولا شيء من الواقعية بقى زي ما عمل في بداية مباراة الشباب انه ياخد الحذر في البداية؟ والله بص انا عايز اقول حاجة مهمة جدا لجميع نادي الزمالك. انا عايز جميع نادي الزمالك طول عمرها مساندة ودعمة وفي ظهر الفريق. انا برضو مش عايز احنا كسبنا في بداية البطولة العربية مكسب يعني مش عايز اقول طمعنا كلنا في ان صحيح. احنا الفريق هيروح لحتة بعيدة وده اللي بنتمناه طبعا. انما انا عايز اقول ان فرقة نادي الزمالك احنا محتاجين تدعيمات كبيرة وعارفين الكلام ده كويس قوي. الراجل المدير الفني بيشتغل على القماشة اللي موجودة معاه. في بعض الناشئين بندفع بيهم في بطولة قوية جدا وكبيرة جدا ما تقلش مش عايز اقول اقوى من البطولة الافريقية ابطال الدوري. لان يعني فيها ميكس معمول ما بين ابطال اسيا وابطال افريقيا. فهي بطولة كبيرة جدا بجانب التدعيمات اللعيبة الكبيرة جدا الكريستيانو رونالدو واللعيبة اللي بقى اللي بنشوفها وساديو ماني الناس النجوم الكبيرة دي. فاللي انا عايز اقوله يا جماعة ان احنا داعمين نادي الزمالك تحت اي ظرف من الظروف. مش عايزين نستعجل على الفريق وعايزين نبقى بندعم وبنساند الفريق. مستر اسوريو واضح ان هو شخصية عنيدة يعني بمعنى ان هو في طريقة لعب بيشتغل بيها هو ما بي يعني مش عايز اقول هو بيحاول في كل مباراة ان هو عايز يفرض شخصيته جوه الملعب. فدي واضح من شخصية مستر اسوريو في المباراة اللي فاتت ويمكن اقوى المباراة اللي فاتت كانت مباراة النادي الاهلي. وكلنا كنا بنقول ان مستر اسوريو هيحاول ان هو يلعب او هيبقى في شكل جديد موجود في المباراة وبالرغم من كده نزل ويصمم على طريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها وبيشتغل بيها. هو عنده تمسك بطريقة اللعب هو عنده شخصية هو عنده شخصية وعايز يفرض شخصيته دي جوه مدرب كبير جدا على فكرة ومدرب كبير جدا بس انت وفر له لازم هو بقى مستر اسوريو يعني لازم برضه ايه يعني يبقى عنده الادوات الاقوى اللي عندي اللي تنفذ للفكر ده. يعني انا محتاج التدعيمات ومحتاج ان الفرقه يبقى معايا كل العناصر اللي انا محتاجها عشان اقدر انفذ الشخصيه او افرض الشخصيه دي واسلوبي وطريقه لعبي. فهو انا اعتقد ان في ماتش النصر احنا عندنا كره القدم ما فيش فيها مستحيل. وبعدين نادي النصر مع احترامنا الكبير ليه وبنجوم لا نادي الزمالك نادي كبير جدا وبطل ووراه جماهير عظيمه جدا. بس انا عايز اقول ان انا داخل المباراه وانا عندي مشاكل في الفريق. ولكن على فكره اسوريو كابتن مصطفى قال لك احنا 11 لعيب امام 11 لعيب الفيصل بقى والتوفيق ان شاء الله مع مين؟ ان شاء الله باذن الله بكره. انا بتكلم الكلام يا استاذ احمد الكلام انا عايز اقول الكلام اللي بيتقال ده انا طبعا كمدير فني مش هقول الكلام اللي احنا بنقوله. يعني انا برضو معنويا ونفسيا انا مش هصدر للاعبتي كلام سلبي اهمد بيه الفرقه او ان انا اعمل حاله سلبيه. لا احنا فريق النصر يعتبر مكتمل وفي تدعيمات كبيره جدا وقويه جدا يمكن اخرها ساديو ماني. اللي انا عايز اقوله ان فريق نادي الزمالك على المضاد ما فيش فيه تدعيمات عندنا مشاكل وعندنا اصابات كبيره جدا بندفع ببعض الناشئين المدير الفني بيشتغل في ظروف صعبه جدا. انا عايز الناس تعرف لازم نبقى عايشين الوضع مش عايزين احلامنا وطموحاتنا تاخدنا لحاجات ابعد من امكانياتنا يا استاذ احمد. يعني انا عايز نادي الزمالك كبير وبطل وبيلعب في البطوله عشان ياخدها انما انا الادوات اللي موجوده عندي الفريق اللي موجود عندي يقدر يحقق لي البطوله دي. يعني احنا بنلعب في بطوله كبيره وبنواجه ويمكن مباراه الشباب دخلتنا في حزبه بيرما من وجهه نظر الشخصيه يعني ضربه الجزاء دي انا من وجهه نظر الشخصيه ان هي ما تتحسبش لان غير مؤثره. انا الراجل الخبراء التحكيمين كلهم اتكلموا في يعني طبعا انا مع احترامي طبعا مع سمعنا الخبراء التحكيمين ان هم بيقولوا ضربه جزاء غير صحيحه في ناس كتير قالوا غير صحيحه ودي دخلتك في حزبه بيرما الخساره دي بالرغم ان انت كنت افضل كنت افضل في المباراه ويمكن في الشوط الثاني بالذات كنت افضل
شايف المباراة بكرة مباراة النصر انت توقعك كده بص بكرة. اول حاجة لازم يبقى عندك روح قتالية. احنا بنتكلم انت لازم تبقى عندك روح قتالية داخل الملعب عشان يعني زي ما بنقول في بعض الفوارق الفنية بيعوضها الروح القتالية جوه الملعب. يعني انا مثلا مع احترام واحد زي كريستيانو رونالدو ملعب واحد زي عبد المجيد او عبد الغني معاه طبعا في فوارق فنية. احنا عايزين نتكلم بشكل بقى يعني منطقي ما يبقاش في تحيز. لا في فوارق فنية في الخبرات وفي الاداء الفني يمكن القدرات البدنيه تبقى اعلى شويه عشان عامل السن وده مع كريستيانو واضح ان عامل السن ده مش عامل له مشكله لان فكره وخبراته بتخليه يتغلب على الحاجات دي. ازاي جوه الملعب هتغلب على الفارق اللي موجود ده؟ طبعا الروح القتاليه جوه الملعب بتعمل بتقرب الفوارق وممكن تعدي كمان الفوارق دي وتفرض اسلوبه وشخصيتي على اللعيب الموجود في الملعب. بجانب ان انا لازم العب بتوازن دفاعي تبقى خطوطي قريبة من بعض داخل الملعب عشان ما اعملش جاب او مساحات الناس تقدر تشتغل بيها زي ما حصل في اوقات كتيرة جدا في ماتش الشباب السعودي. الحاجات المهمة جدا ان انا لازم اخلق فرص تهديفية في التلت الهجومي ان انا لازم ابقى الاستحواذ بتاع فرقة النصر عندها قوة ضاربة جدا في الناحية الهجومية عندها مثلث مرعب في الناحيه الهجوميه انما عندها مشاكل فنيه في الناحيه الدفاعيه. ان شاء الله باذن الله بكره الفريق يستغل النقاط الضعف لدى فريق النصر السعودي وان شاء الله باذن الله يشتغلوا على النقاط القوه اللي عندنا الروح الدوافع تبقى مضاعفه الروح التشكيل الاداء حتى يبقى 100% من اسلوب الكابتن مصطفى. كان نفسي طبعا نكمل مع بعض اكتر من كده ولكن ما نلعبش في التشكيل مش هنلعب في التشكيل يبقى يعني ان شاء الله ما نحاولش نغير كتير يبقى في استقرار عشان الاداء الفني يبقى في استقرار. التغيير الكتير الانسجام بيحصل من تثبيت التشكيل ان شاء الله بيحصل الانسجام وطبعا الانسجام ده بيحقق النتائج الايجابيه. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. ربنا يبارك فيك وانا سعيد جدا بوجودي معاك وفي قناه الزمالك وبتمنى التوفيق للفريق ان شاء الله بكره باذن الله وكل الدعم والمساندة للفريق إن شاء الله. أشكرك جدا كابتن مصطفى شرفنا ونورنا كابتن مصطفى إبراهيم نجم نادي الزمالك السابق. دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نستقبل أساتذتنا في النقد الرياضي وأساتذتنا الصحفيين في آخر فقراتنا دكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد والأستاذ علي بركة مدير تحرير الأهرام ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد في زملكاوي. وصلنا لفقره الصحافه مع اساتذتنا في الصحافه الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد ورئيس تحرير مجله الزمالك والاستاذ علي بركه مدير تحرير الاهرام. مشرفنا يا اساتذه. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بيك. نبدا من عند الدكتور وجدي ومباراه بكره. نعم. يعني لو في عناوين تتقال على مباراه بكره نادي الزمالك امام الاسامي الكبيره دي يبقى عنوانها يا دكتور؟ عنوانها هيكون الزمالك يخوض أكبر تحدي في أمام النصر. لأن فعلا الحقيقة أن ده بكرة تحدي كبير جدا جدا. الحقيقة أن ماتش بكرة هو ماتش مهم جدا في إطار نادي الزمالك الكبير مع نادي النصر الكبير أيضا. الحقيقة أن نادي النصر السعودي مدعم بلعيبة كبار دوليين ففي تحدي فعلا. يعني احنا نقدر نسميها مباراة التحدي غدا ان شاء الله. وانا شخصيا متفائل وعندي امل ان الرجالة رجالة الزمالك هيعملوها وهيكونوا قد المسؤولية ولديهم القدرة والعزيمة على اسعاد الجماهير ان شاء الله بالفوز على فريق النصر. صحيح ان فريق النصر لديه يعني قدرة كبيرة جدا وفريق قوي ومدعم بلاعيبة كبار دوليين زي مثلا ماني زي رونالدو وخلافه. كل الناس دي كلها دائما بتلعب في الهجوم لكن الدفاع عند النصر مش قوي وبالتالي احنا عندنا امل كبير جدا جدا في تحدي بكره ان رجاله الزمالك بكره ان شاء الله
هيسعدوا الجماهير المصرية، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في تحقيق نصر نتمناه من الله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ علي، يعني رؤية حضرتك لمباراة بكرة، ومباراة صعبة، مباراة مصرية أمام النصر السعودي. يعني حضرتك بتقول الأستاذ وجدي على العناوين، يعني أنا شايف إن في عنوانين لازم أتفائل يعني كزملكاوي، وغير كده هو غير اني كزملكاوي ان لازم ابقى فاهم وعارف كويس قوي حجم وقيمه واهميه وعظمه وتاريخيه نادي الزمالك. نادي الزمالك اسم كبير جدا جدا جدا، وانا واثق ان نادي النصر ولعيبه وجماهير واداره واداره فنيه مدركين تماما انهم مع فريق مش قليل. اختار عنوانين ممكن اقول لا بديل عن النصر امام النصر، وممكن نقول ايضا ان الزمالك يضرب موعدا مع التاريخ. وانا شايف الحقيقه نادي الزمالك، انت عارف الكره المصريه عامه واللعيب المصري والانسان المصري عامه ما عندوش يعني ما فيش سقف، يعني ممكن جدا منتخب مصر ممكن يلعب البرازيل ويكسبه، يلعب ايطاليا ويكسبها، يعني اللي انا قصدي عليه انه مفيش شيء نهائي في الكوره. انا شايف ان فريق نادي الزمالك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هيعمل مباراه تاريخيه، لان احنا فعلا فعلا تعرضنا لظلم بين في ماتش الشباب، واتخيل يعني انه فرصه ذهبيه ان الفريق يقف على رجليه مره اخرى ويضرب كذا عصفور بحجر واحد ويرجع مره اخرى باذن الله الى سابق عهدهم الانتصارات. اشكرك كابتن استاذ علي. هنروح نشوف دلوقتي فيديو مهم جدا من المستشار مرتضى منصور، ورساله هامه جدا لجماهير نادي الزمالك العظيمه. نروح نشوف الفيديو ونرجع مره ثانيه. الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اللي هو مشهور، والدكتور وليد عطار، ويمكن كان في محادثة مع الأستاذ خالد الغزالي اللي في الوضع في الزمالك صعب. الأول بس عايز أقول إن جمهور الزمالك إن شاء الله أنا عندي تفاؤل كبير، لعبتنا رجالة بكرة إن شاء الله عندنا ماتش مع النصر السعودي، مش أسماء مصرية، كل الدعم ان شاء الله ربنا يوفقهم، عندي احساس ربنا يوفقهم ان شاء الله. عايز الجمهور اللي في السعوديه اللي بيحب الزمالك يدعم ويساعد، ربنا كرمنا بكره خلاص يبقى عندنا مرحله المجموعات باذن الله ان شاء الله. احنا خلاص اتكلمنا قبل كده عن الحكم، ما اعرفش الناس ما يملكش جنسيته دلوقتي من التصرف، مش عايز اقول بس حكم ليبي حكم جزائري، لا ده حكم تقول مذيع طبعا. واعتقد ان الزياره بتاعت امبارح بتاعت طبعاً أنا بعتبر ده رد اعتبار لنادي الزمالك وريد الزمالك بسبب المذيع اللي كان مش محايد وأساء للإعلام السعودي. أنا طبعاً يا جماعة في مشكلة كبيرة. أنا جيت النهاردة أشوف مديونية نادي الزمالك. المديونية طلعت 63 مليون 481 590 9 63 مليون طبعا 141 590 9 دي المجموعة حوالي 64. وبعدين عشان أجد القايمة الأولى أهي تبدأ محمد عواد، أدهم محمود عبد المنعم، بعد أدهم بشر وأدهم صالح. أولا القايمة الأولى الكبار عاملة 39 كبار الفريق 39 مليون 80 يعني حوالي
364 مليون يعني حوالي 104. ده الاتحاد الكويت واقف بسبب الغرامه بتاع سبورت لشبونه حوالي مليون دولار. وعندنا اشبونج برضو حوالي مليون. طبعا ده ايام اللجنه ما كانش محامي فالحكم ادانا بالمبلغ فسددنا حاجز علينا بس فتوقف من سبب فلوس اسبوعنا وسبب اسبوعنا. انا طبعا حاولت مع اتحاد الكوره عشان اديهم مسجل الاولاد فاتصرفت في حوالي انا كنت معاهم اتصرفت حوالي اللي بيقول 30 مليون. اللي بيقول بقى طب وهي فلوس مش عارف طبعا اشوف فين قدام مصر اي حد واحد بس اللي احنا خدنا عموله او سمسره انا اولادي اقدم طلب رسمي مدير المالي نادي الزمالك التبرع بتاعي هو 30 مليون و500 اقول عايزه. احنا مش العود بندفع ولا في الاخر ان احنا اللي بناخد. تاني بقول اهو لما المنشور العمل يطلع والارقام العماله تطلع وفلوسنا فين وفلوسين اعتقد في المؤتمر الصحفي على ما اتذكر اللي فات ده اللي عملته جوه النادي انا جبت المدير المالي طلع بيان انا عم اتذكر يعني ان احنا دخلنا 390 مليون صرفنا او دخلنا 390 مليون صرفنا 390 مليون فاضل. انا الفتره اللي فاتت دي جمعت حوالي 80 مليون زياده عشان الفرق الرياضيه وفلوس الراجل المدير الفني احنا بس مرتبات 12 مليون يا ابني. فانت قلت 12 مليون في اربع اشهر غير الاجهزه. فبلاش حد يتكلم في الذمه الماليه عشان انا نوع هنا فمحدش عندنا بياخد احنا اللي بندفع. ولو سالت الاخوه مثلا مدير النشاط الرياضي عايش احنا دايما اقول لك احنا بندفع. ولو سالت بتوع الكوره عندك احمد ابراهيم اقول لك امير بيدفع. فاحنا مش عايزين قله ادب على ناس بتدفع. فالمهم دلوقتي عشان نختصر انا اتصرفت وقبضت امبارح الموظفين والعمال وفي حوالي 20 مليون تمام انا اتصرفت فيهم. عايزين نبعت في الراجل فلوس اللي هو المدير الفني ده ما يخش مع ماتش. وانتوا عارفين ان انا شهر محبوس وبعدين شهر بره ويعني انا عايز اقول كلمتين يا جماعه. جماهير الزمالك هتفرح. جماهير الزمالك هتفرح. عشان تفرحها لازم يبقى في بطولات، عشان تجيب بطولات لازم يكون في لعيبه وده حقها. هي مالهاش علاقه بقى ممدوع عباس على مرتضى بيتحرق الكل، المهم هم عندهم عايزين يفرحوا جابوا جمهور. حياته كلها انه سعادته في نادي الزمالك انه يتحط. فانا خدت قرار بقول ممدوع عباس قدام مصر كلها وكده. الخناقه اللي بيني وبينك انا اعتبرتها انت بتقول الخناقه بيني وبينك انا مشيت. خلاص؟ مشيت خلاص. انا خارج المشهد بتاع نادي الزمالك. وانا مشجع درجه ثالثه في نهايه في المنطقه. ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100 مليون. ارفع الحجز على نادي الزمالك ب 100 مليون. انا مشيت وامير مشي كمان من شهرين ورافض يرجع. وامير عمل عقود مع ثلاث لعيبه والرابع كان فتوح واتفق خلاص مع التفصيل مع خالد المحترم كان معاه تصوير. امير هيسلم العقود وهيسلم التفويض لاي حد موجود في المسلم. احمد عنده لاعب خلاص يعني تم التعاقد معاه اعتقد يعني عنده بكره ان شاء الله لاعب جامد جدا جدا عشان الواد اللي قاعد يتريق يقول لك مش عارف مين بس ايه اي كلام مش مشكله. احمد بقى عايز يكمل عايز يقعد الاولاد عندهم شخصيه ومحترمين. واللي بيقول ان احمد جاب شويه عيال بنات مش عارف يكمل كل ده كذب في كذب في كذب. دول اللي خدوا بطوله افريقيا لاول مره في تاريخ الزمالك. وفريق اليد اللي
الدايره اللي عمله اول مره في تاريخ الزمالك، جاب دوري وكاس ودوري وكاس. اليد ما شاء الله يعني محدث ولا حرج بطولة كرة قدم 14 بطولة الحمد لله خدناها في فترة السابقة. فأنا بقول له قدام مصر كلها أنا خارج الجيش، ارفع الحجز وسايب النادي في حوالي 21 مليون جنيه تمام، يكملوا يبعتوا جزء من السبونج دول ويبعتوا الراجل الأجنبي. وبشكر كل اللعيبه الرجاله الابطال اللي تحملوا يا كابتن شيكابالا، والله عارفين انك تحملوا، بس ما كانش ينفع ان بعد الماتش وفرحه الجماهير تقول عندنا مشاكل، كنت عايزك تكمل ان المشاكل دي بسبب ممدوح عباس اللي حاجز على الارسنال كمل، لكن اللعيبه الرجاله اللعيبه المستحمله كلهم واقفين وقفه راجل بصراحه، دي اللعيبه اللي نوعيه الجماهير تبقى عايزاها. ان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله. في نفس الوقت انا سايب النادي ولم اتنازل عن دولار واحد كهرباء او مصر من 2 مليون تقريبا دلوقتي بقى 2 مليون ونص دولار، واخر معايا بكره ان شاء الله للدفع، ما دفعش هيتوقف دفع اهو، دخلت كمان 2.5 مليون دولار يعني حوالي 100 مليون جنيه، ومحفوظ على 100 مليون بحيث كنا ازمه كبيره جدا جدا جدا، لعيبه تاخد مستحقاتها، اللعيبه الجداد اللي تم التعاقد معاهم ياخدوا فلوسهم، هم من احسن لعيبه على فكره اللي هو الراجل الحر. فاتمنى اهو قدام مصر كلها بقول اهو انا خارج المشهد، انا خارج نادي الزمالك، والانتخابات هتتفتح باب الترشيح يوم 31 اكتوبر، اللي عايز ينزل اتفضل، اللي بيحب النادي يعني انا النهارده لو بصيت لمصلحتي اقول لا انا رئيس نادي غصب عن اي حد، ده انا الناس انتخبوني اربع خمس دورات ورا بعض، انما انا شخصيا كابتن منصور بصيت انا شايف ان نادي الكيان اللي انا بحبه ده بقول بحبه بجد بينهار ليه؟ عشان واحد داخل خناقه انا مش طرف فيها اصلا، هو داخل خناقه هو لو حاجز عليا ما عنديش مشكله، لكن لو هو حاجز على النادي اللي هو بيقول ان هو بيحبه وهو لو انت بتحبه فعلا خلاص انا مش هدي عليه. انا النهارده صعدت لما لقيت ان المبالغ دي كلها انا اتصرفت في جزء كبير عشان نقدر نأيد القايمه الاولى دي اللي بتبدا محمد عواد بتديني رقم 26 الجزيري، وبعدين تبدا محمد عواد الهوا انا بتمنى انا خارج المشهد بعد الماتش بكره ان شاء الله، انا عندي احساس ان ربنا هيوفقنا باذن الله، انا بعد الماتش ان شاء الله مسافر تمام. لو بتحب النادي بتحب الكيان اتفضل ارفع الحجز وقول للسيد وزير الماليه المحترم اتفضل ارفع الحجز على نادي الزمالك، انت بعد كده قبل كده عملت بيان في 2018 قلت مرتضى منصور النادي الوحيد اللي سدد كل الضرايب الحاليه، وجدول انا بعت رساله طلب لكابتن الملك فحضرتك جدول بقى، وبقول لمجلس الاداره في النهايه مجلس محترم جدا جدا واقف في ظهري جدا جدا وقفه جامده كلهم صراحه. في نفس الوقت طبعا انا بس عايز اقول ان الاخ سليمان وهدان لان اللائحه اللي مطلعه المفروض طلعتني انه بيجيب اربع جلسات بره، اللائحه الاخ احمد يعني باحترامنا ليه ووالده وعيلته هو قدم استقالته، فاللائحه الانتخابات هتبقى على مقعد رئيس ونائب رئيس واثنين من اللي عايز ينزل فقط. فبرضه للسيد وزير الماليه ارفع الحجز، بقول لممدوح عباس الخناقه خلصت خلاص اتفضل ارفع الحجز وخلي ال 100 مليون مجلس الاداره يستلمهم علشان يقدروا يسددوا الفرديه استحقاقات اللعيبه اللي هترجع بالسلامه، اللي اتمنى ربنا يوصلهم نهائي ويجيبوا مبلغ كويس برضه، اتمنى يا رب عشان اللعيبه دي تعبت الجهاز الفني محترم. انا لسه قايل دلوقتي خبر ان الزمالك بيتعاقد مع مدير فني برتغالي، ده ينفع قبل ماتش يا جماعه؟ لا في برتغالي ولا مش برتغالي، هو الراجل ده موجود ومكمل
لانه الموسم خلص المفروض احنا عايزين نمشيه، كان اخر ماتش في الموسم. دليل ان هو مكمل السنه الجايه ان الراجل قاعد ومكمل وسافر. اخيرا بقول لمجلس الاداره ان دي فلوس النادي الوطنيه كرامه، كرامه جمهور الزمالك واعضاء لجنه الاهلي اللي هم فوق دماغي، وبشكرهم جدا 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 وحشوني جدا 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 حاجه رافعه. عايز اقول لهم كرامه نادي الزمالك في السماء. النادي ده نادي الملوك فعلا، يكفي من رئيس ملك مصر في يوم من الايام ملك فاروق طلب من حزب الرئاسه وزير الحربيه ان يسمى النادي باسمه، باسم الملك فاروق. الوطنيه رئيس ناديه طول عمره في ظهر مؤسسات دوله وسند، حيث سند هو في يوم من الايام شوكه في ظهر مؤسسات دوله. انا بشكركم ان شاء الله كده خير، اتمنى بكره ان شاء الله ربنا يوفق، وانا عندي احساس ان ربنا يوفقنا بكره باذن الله. ولادنا رجاله يقدروا يتحملوا المسؤوليه وما يخافوش من حد، وقد يكون النصر جاي من فريق النصر ان شاء الله. كلام مهم جدا من المستشار مرتضى منصور، رسائل مهمه جدا لجماهير نادي الزمالك العظيم. المستشار مرتضى منصور قال انه خلاص بينسحب من المشهد على كل واحد حاجز على ارصده نادي الزمالك في البنوك، ودي امر ودي مشكله كبيره جدا جدا بتواجه نادي الزمالك. على كل واحد زملكاوي بقى بيحب نادي الزمالك، كان عامل فيها بقى بيحب نادي الزمالك، ولكن غلب مصلحته الشخصيه في انه يبقى فيه حجز على ارصده نادي الزمالك. قدامك الفرصه لو انت بتحب نادي الزمالك تتنازل عن كل المشاكل اللي انت عملتها وصدرتها لنادي الزمالك. دكتور وجدي، تعقيب حضرتك عن الحقيقه ان رساله المستشار مرتضى منصور اليوم رساله مهمه جدا، رساله فيها عدد من الرسائل الفرعيه المهمه جدا. أهم حاجة في أو الرسالة الأولى المهمة جدا هو قضية الحجز على أموال النادي، ودي قضية في منتهى الخطورة، وإحنا اتكلمنا فيها مرات كثيرة، والمستشار مرتضى منصور نفسه يعني بح صوته فيها. يعني ليه لحد دلوقتي الحجز على أموال النادي؟ إيه الداعي؟ طب هو المستشار مرتضى مش طرف أصلا في نزاع مع ممدوح عباس عشان يحجز على أموال النادي؟ انت راجل بتقول انك انت بتحب نادي الزمالك وبتحب الكيان، طب بترفع بتحجز على امواله ليه؟ التفسير المنطقي للمساله انك انت عايز تعجز نادي الزمالك، وزي ما انا قلت قبل كده مليون مره، نقص الاموال بتسقط دول، فما بال المؤسسه الرياضيه، وهو ده اللي بيهدف ليه ممدوح عباس، ان هو الهدف الرئيسي من الموضوع كله هو تعجيز نادي الزمالك واسقاط نادي الزمالك. طب انت هتستفيد ايه من سقوط نادي كبير، مؤسسة رياضية كبيرة بتتبع الدولة المصرية؟ دي في حد ذاتها تعد جريمة بشعة. وبالتالي كانت رسالة المستشار النهاردة واضحة جدا جدا، هو ما فيش بينه وبينه خناقة. هي خناقة على ايه؟ هو مش طرف زي ما المستشار بيقول، انا مش طرف معاه في خناقة. طيب انا سايب لك الجمل بما حمل، ارفع بقى الحجز بقى عشان خاطر الكيان. اعتقد المسألة اكبر من كده بكتير، والمقصود والهدف الرئيسي هو اسقاط نادي الزمالك واضعافه. واذا ضعف نادي الزمالك كقلعه رياضيه كبيره، وبالتالي المنظومه الرياضيه كلها في مصر هتضعف. ما هو ما ينفعش يبقى انا يعني انت عندك المؤسسات الوطنيه الكبرى الرياضيه الكبرى زي نادي الزمالك، زي الاهلي، زي الاسماعيلي، زي المحله، زي المؤسسات الكبيره دي كلها مؤسسات رياضيه وطنيه. المؤسسات دي لما تضعف لصالح مين في النهايه؟ ده انت كده معناها انك انت بتدعو الى اسقاط الدوله بطرق غير مختلفه، وبالتالي انا الاوان فعلا ان يتم رفع الحجز عن ارصده النادي. عيب ما يحدث، عيب فعلا. المساله طولت ورخمت اكتر من اللازم، يعني ده الوضع ده وضع سيء لا يجوز باي حال من الاحوال، وبالتالي انا الاوان فعلا لرفع الحجز. زي ما بقول لحضرتك الدول بتسقط في حاله ومفيش فلوس اموال، ما بال المؤسسه الرياضيه؟ انت عايز ايه؟ عايز الزمالك ينهار؟ طب وبعد ما ينهار؟ طب ما هي المنظومه الرياضيه في مصر كلها تنهار، ما هو لازم يبقى في انديه كبرى، ولما المنظومه الرياضيه تنهار ماذا يعود عليك يعني؟ هو هيعود عليك هيعود عليك بايه اصلا؟ ده كده معناه انك انت انسان مخرب.
وبالتالي من فضلك معلش لازم اكمل الفكره. وبالتالي المساله دي في منتهى الاهميه، آن الاوان فعلا لرفع الحجز عن اموال النادي. اكتر من كده ما عادش ينفع. رساله المستشار واضحه بيقول اهو انا بعيد عن المشهد اهو، وفي انتخابات يوم 31 اكتوبر يدخل انتخابات، والجمعيه العموميه هي الفيصل. هو مين اللي بيختار رئيس النادي؟ هو المستشار مرتضى منصور نط باراشوت على نادي الزمالك وبقى رئيس نادي الزمالك؟ لا طبعا، ده في جمعيه عموميه هي اللي بتختار اللي بيدخل الانتخابات، والجمعيه الناس هي اللي بتختار في ممارسه ديمقراطيه صحيحه سليمه مليون الميه. فاللي عايز يدخل الانتخابات يدخل، ودي كانت الرساله الثانيه اللي هو وجهها، ان هو اهو بعيد عن المشهد، والانتخابات يوم 31 اكتوبر، كل من له حق الترشيح ان حقه يترشح، والجمعيه العموميه هي اللي بتختار اللي هي شايفاه اصلح واللي هو بيفيدها وهكذا. دي موضوع. الموضوع الثاني دكتور وجدي، عايز اقول لك حاجه قبل ما تقفل النقطه دي. اتفضل. حضرتك قلت هيستفيد ايه؟ آه. هيستفيد بان كان في 10 سنين كانوا سود، سواد على خراب. نادي الزمالك آه. عشريه سوداء عشان نادي الزمالك من غير بطولات. يمكن في 10 سنين حققت بطولة كاس واحدة، مش كويس. اللي شايفه ايه؟ ان في انجازات وبطولات من 2014 طيب. حتى هو احنا بنعاقب يعني، عفوا معلش، بيحارب وبيستغل كل نقطة ممكن يوقع بيها نادي الزمالك في الفترة اللي فيها نجاحات وبطولات دي، انه يستخدمها كثغرة لايقاع النادي. يعني لما يكون في انجازات بتتحقق على الارض، في احنا الدولة الوطنية المصرية بتبنى بايه دلوقتي؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي. والدولة المصرية بتبني الدولة البلد بإيه؟ بالإنجازات العظيمة اللي بتتم دي. طيب ما هو المنظومة الرياضية أصلا جزء من منظومة الدولة الوطنية المصرية، وبالطبيعي ده شيء طبيعي جدا جدا أن يتم إنجازات على الأرض داخل نادي الزمالك في إطار المواكبة لما تقوم به الدولة المصرية. وبالتالي أنا شايف كل من يحارب أي إنجاز بيتحقق على الأرض ليس في المنظومة الرياضية فقط وإنما في كل مجال، يبقى هو إنسان خاين. الذين يحاربون أي إنجاز زي ما حضرتك بتقول حاجات اتحققت على الأرض، أنت شايف حضرتك نادي الزمالك زي ما أنت قلت حضرتك كان أشبه بخرابة، والآن أصبح منظومة رياضية بيشار إليها بالبنان على كل الأصعدة، على كل الأصعدة. طب إحنا عايزين نخرب ده ليه؟ لصالح مين؟ لصالح مين؟ اعتقد ان ده لصالح اهل الشر اللي بيرتكبوا حماقات ضد نادي الزمالك اللي بيحقق انجازات سواء اجتماعيه او رياضيه او 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 لاخره. دي مساله في منتهى الخطوره. وبالتالي انا الاوان فعلا لاتخاذ قرار حاسم برفع الحجز في اموال كثيره لنادي الزمالك، لا عارف يدخل فلوس ولا يخرج فلوس، وفي حق يعني في مشكله ازمه. يعني انا والله بسال نفس السؤال، كيف تصرف مرتضى منصور علشان البعثة نادي الزمالك تسافر تشارك في البطولة العربية؟ أنا والله هتجنن، هو بيجيب فلوس منين؟ جاب فلوس منين عشان كده؟ فده نوجه له شكر وتحية مش نعاقبه، ونستمر في رفع الحجز. أنا الأوان فعلا لرفع الحجز، هذا لا يجوز على الإطلاق. إحنا بنخرب في منظومة رياضية ليه بتحقق إنجازات؟ دي نقطة. النقطة الثانية، في ديون لاتحاد، الرسالة الثانية اللي قالها المستشار مرتضى ان في ديون لمستحقة لاتحاد الكورة عند الزمالك زي بقية الاندية 63 مليون جنيه. هو مش الزمالك بس المدين ب 63 مليون جنيه او يقترب من 64 مليون جنيه، معظم الاندية نفس المشكلة، لكن في جدولة. ورغم ذلك برضو المستشار مرتضى منصور ومجلس ادارة نادي الزمالك بيعافر علشان يسجل اللعيبة ويأيدهم والآخره بالطرق المختلفة عن طريق جدولة أو غير جدولة أو الآخره. ففي في 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 رحلة عذاب عشان تأيد الناس، في صعوبات، في يعني ليه الوش ده كله؟ والموضوع بسيط جدا، نادي الزمالك ليه فلوس وعنده أموال موجودة في البنوك، ليه مجمدة لحد دلوقتي؟ والله ده ما ده لا ترضى به عقول، ولا ترضى به أديان، ولا ترضى به أخلاق، ولا أي حاجة. ده أنا الأوان فعلا لرفع الحجز عن نادي الزمالك. دي النقطة. النقطة الثانية أو الثالثة والأخيرة، هو قال إن هو بيتمنى للفريق بكرة إن شاء الله إن يحقق النصر، وقد يأتي النصر من النصر نفسه زي ما هو قال تعبيره يعني. وإحنا كلنا بنتمنى من الله العلي القدير إن ربنا يوفق فريق الزمالك بكرة،
وفي الاطار ده بقى انا ليا يعني بوجه الشكر لامير الطائف اللي هو زار محافظ الطائف اسف اللي هو الأمير بدرجه النهار. امير بدرجه امير يعني محافظ الطائف اللي هو النهار. امير الطائف يعني زار بعثه الزمالك والراجل قال جمله جميله جدا ان هو من عشاق النادي الزمالك فدي طبعا بنوجه له الشكر على هذه اللفته في حين يعني رغم حزننا الشديد مما حدث في ماتش الشباب والمعلق اللي كان منحاز بشكل فج وغير طبيعي واعتقد ان الدولة السعودية مش هتفوت الامر ده وهتحاسب هذا المعلق على ارتكابه لانه لم يتعامل بحيادية ولا مهنية على الاطلاق وبالتالي ارتكب جرم هذا الجرم يشوه البطولة العربية نفسها وبالتالي اعتقد ان الدولة السعودية الشقيقة لا يمكن ان تتهاون في محاسبة هذا المعلق انا كل ما اتمناه من الله ان بكرة ربنا يعني يوفق فريق الزمالك ويحقق النصر في علم لان هيسعد الجماهير عشان كده في الاطار ده اتمنى ايضا من المصريين العاملين او الجاليه المصريه الموجوده في الطائف او في السعوديه ان بكره تكون موجوده في المدرجات لتشجيع فريق الزمالك. استاذ علي بدايه الفيديو الحقيقه تناول اول جزئيه انه كان بيشيد بزياره محافظ الطائف الأمير سعود للبعثة المصرية بعثة فريق نادي الزمالك وأعتقد أن هو يعني بهذه الزيارة أزال كثيرا جدا من مما علق في قلوب الجماهير وأكد على أنه يعني المستشار مرتضى في الفيديو اللي قبل ده قال أن السعودية نظمت وأبدعت وأكرمت فالحقيقة المعلق السعودي لم يكن على مستوى المسؤولية وأتصور أنه هذه الزيارة أكدت هذا المعنى. عايز أتكلم برضو أنه أتكلم عن الكلام الخايب اللي بيتقال موضوع عمولات ومش عمولات وبتاع أنا أشهد الله يعني أن أنا شفت بعيني مواقف كثيرة جدا سواء للمستشار مرتضى أو الأستاذ أحمد مرتضى تحديدا أنا شفت قدام عيني الحقيقة أنه كتير جدا من المواقف اللي هي بيتقال عليها بيحل مشاكل كثيرة جدا من جيبه الخاص فيعني الحقيقة وخلي بالك برضو ان لما يبقى فيه حجز ومفيش فلوس خالص والفرق قاعدة بتكسب والراجل قاعد بيدفع من جيبه والى حد ما لو في اي يعني اي قصور بيقدر يلمها بشكل او باخر فانا شايف الحقيقة المفروض نقول له شكرا مش اننا نكسر في مقاديفه بهذا الشكل وهذا الكلام غير المسؤول اللي أنا متأكد منه إن اللي بيردده هو أول من يعلم إنه غير حقيقي. نتكلم المستشار قال إنه أنا من جماهير نادي الزمالك يعني هو في هذا الفيديو أكد إنه هو من الجمهور والجمهور عايز بطولات والبطولات عايزة لعيبة وتدعيم وده شيء بديهي جدا يعني أمر أعتقد إن التسلسل طبيعي. ما تقدرش ما تضغطش عليا لانه انت دلوقتي عندك المشكله الكبرى في نادي الزمالك ان في حجز وحجز من جهتين مش من جهه واحده. يمكن المستشار مرتضى لما بيقول ان انا خلاص خرجت بره المشهد شيل بقى الحجز يا ممدوح عباس انا بعتقد ان ده مش هيحصل لسبب لان هو لما ساب النادي لمده سنه كامله اللي هي فتره اللجان هو لم يتنازل عن القضايا وفضلت المسألة موجودة فده في حد ذاته يعني أنا بعتقد إن هو مش هيحل مش هيشيل حاجة. نيجي بقى بالنسبة يعني زي ما قال الأستاذ وجدي إن يجب على الدولة ممثلة في وزارة المالية إنها ترفع الحجز بتاعها عن نادي الزمالك لأن دي برضو مسألة إلى حد يعني إلى حد كبير دي كده بتكبل لأنه هو حجز على كل الأرصدة. تخيل حضرتك ان مفيش جنيه يدخل ولا في جنيه يخرج دي مساله صعبه جدا او لو دخل لو في اي فلوس هتيجي واخد بال حضرتك على طول هتتصادر للضرائب وده مساله صعبه جدا لانه نادي الزمالك مؤسسه لا تهدف للربح مؤسسه بتصنع ابطال وبتصنع سعادة للشعب المصري من خلال الأبطال اللي بتقدمهم للمنتخبات الوطنية. اتكلمنا عن موضوع كهرباء المستشار مرتضى منصور أوجز
الموقف النهائي لكهربا انه بكرة 3 اغسطس لو ما دفعتش احنا مش هنقسط ولا ما ولا دولار، ولو ما دفعتش هتتوقف ودي مسألة محسومة. وفلوس كهربا اعتقد انها لو دخلت المستشار قال انها هتبقى هتكفي، يعني هتقضي وتكفي انه تدفع التزامات اللعيبة اللي موجودين وفي نفس الوقت تعمل الصفقات الجديدة. فيمكن دي امل من الامال الكبيرة قوي المهمة اللي بنتطلع ليها كزملكاوية. في بالنسبة للانتخابات، الانتخابات موجزها اهلا بكل من يريد ان هو يخوض التجربة، بس بشرط لو دخلت وسقطت ما تفتحش بقك، او لو ما دخلتش خالص حسيت ان انت فرصتك ضعيفة يبقى من دلوقتي تسكت. لكن ما ينفعش انك انت قاعد بتكسر فينا من بره وفي نفس الوقت ما بتعملش حاجة خالص، امال عايز ايه؟ برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها المستشار مرتضى ان هو بيقول انه انا عندي فلوس مش ما عنديش فلوس، مشكلتي ان انا مش قادر ادفع الغرامات اللي موجودة دي لانه محجوز عليها. فمشكلة غرامة شيكابالا وغرامة أجين بونج اعتقد ان فلوسهم موجودة، ولكن الظروف مش سامحة قوي ان انت تقدر تطلعها دلوقتي. وان كان المستشار من وجهة نظري انا معلوماتي يعني ان هو بيحاول يحلها بشكل قوي جدا ومن بره بره، ما تدخلش الفلوس على النادي. نبتدي ننهي بكلمة نادي الزمالك نادي الكرامة والوطنية. فنادي الزمالك من مما يعني يجعلنا فخورين به انه كرامة نادي الزمالك خلت الملك فاروق قال لهم لو سمحتوا، او قال لوزير الحربية وقتها اطلق حيدر باشا، حيدر باشا اطلق اسمي على نادي الزمالك. فهذا في حد ذاته يكفي. ورئيس النادي معروف عنه الوطنية، وكل أعضاء نادي الزمالك معروف عنهم أيضا أن نادي الزمالك عمرهم ما تخلوا عن ناديهم، وعمرهم ما كانوا لهم انتماءات في ودخلوا جماعات ضد الوطن. شرفتونا نورتونا، بشكر الدكتور وجدي زين الدين، شرفتنا ونورتنا. أهلا بك أستاذ علي بركة، شرفتنا. شكرا، ميرسي. انتهت حلقتنا من زملكاوي، على ملقاء إن شاء الله في حلقة جديدة بكرة من زملكاوي. إلى اللقاء.